مساء الخير جميعا، يا رب تكونوا بخير. عايزين ننشر سريعا انه الصوت والصوره واضحين عندي وعند دكتور محمد، وان السكرين واضحه برضو او البرزنتيشن واضحه عشان نبتدي على طول. النهارده السيشن دسمه ومهمه لكل الناس، وناس كتير جدا طلبتها بصراحه من يوم ما بدانا ريبسولوجي، فان شاء الله تستفيدوا بيها. ف بس ممكن نكتب بأن الصوت والصورة واضحين. تمام أحمد عثمان، تمام محمد ناس بدأت تكتب. طيب الحاجة الثانية قبل ما نبدأ، ما أنتم شايفين كده في التكست اللي عمال يظهر ده، إنه البرزنتيشن نفسها موجودة على الويب سايت زي ما احنا متعودين، يعني ميت ذا اكسبرت وذ ريبسولوجي بقى لنا اولموست حوالي 3 سنين من 2017 بدأنا السلسلة اللايفز ديت ميت ذا اكسبرت. فزي ما احنا متعودين كده البرزنتيشن نفسها بتبقى بريفيسلي موجوده على الويب سايت، ممكن حضرتك تعمل لها داونلود. وانس ان انت تكتب الكلمه اللي موجوده على السكرين اللي ظاهره قصادك ديت، بيجي لك على طول نوتيفيكيشن على الماسنجر بان انت داونلود الفايل. طيب احنا هنبتدي على طول to the point كده علشان نستفاد بكل دقيقة من السيشن النهاردة. أنا برحب بيكم جميعا. سيشن يمكن النهاردة رقم 11 من اللايف سيشنز، أو يمكن 12 من اللايف سيشنز اللي احنا بدأناها في ميد ذا اكسبرت ويز ريبسولوجي. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي عبد الرحمن باز، أنا ريبسولوجي فاوندر وبرودكت مانجر في وان اوف فارماسيوتيكال كومباني. النهارده معانا صديقنا العزيز دكتور محمد ياقوت، خبره في الماركتنج. يعني حبينا انه نشير الاكسبيرينس في التوبيك، مهم جدا وهنعرف النهارده احنا جايين نتكلم عنه ليه. فبرحب بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا عبد الرحمن، وكل سنه وانتم طيبين. 2021 ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا جميعا، وبدايه كويسه للسنه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني حضرتك اشهر من نار على العالم، بس يعني حابين برضو نعرف الشباب مين دكتور محمد ياقوت. اتفضل. ربنا يخليك. انا اسمي محمد ياقوت، انا صيدلي دفعه 98، ومعايا ام بي اي من جامعه ليستر يو كي، خلصتها في 2012. عندي تقريبا 20 سنه خبره في الفارماسيوتيكال اندستري في مصر وفي السعوديه وفي الجلف، ما بين سيلز وماركتنج وكوميرشال وبزنس ديفلوبمنت. تمام، يعني ان شاء الله نشير الاكسبيرينس مع الشباب النهارده ويستفادوا بيه التوبيك اللي احنا وعدناهم بيه بقى لنا اسبوع. يعني يا دكتور محمد، سريعا كده بنتكلم على البيزنس كوميونيكيشن. معلش قبل ما نتكلم على البيزنس كوميونيكيشن، احنا بنتكلم على الكوميونيكيشن ذات نفسه. احنا بنتواصل اهو، يعني انا بتكلم حاجة حضرتك بتكلمني، بنتواصل على الكومنتس، الناس بتكتب كومنتس، بنتواصل يوميا صبح وليل وكل حاجه. اشمعنى ان احنا نتعلم كوميونيكيشن؟ هو الكلام بعد ما اتكلمناه محتاجين ان احنا نتعلمه؟ احنا خلاص، ليش معنا محتاجين نتعلم كوميونيكيشن يا دكتور محمد؟ تمام. السؤال اللي انت يعني سالته ده سؤال ممتاز جدا. اول حاجه الكوميونيكيشن، كل الناس بتعمل كوميونيكيشن. الطفل اول ما بيتولد بيبتدي يعيط، ده كوميونيكيشن. لكن احنا كميديكال ريبس او مانجر في الفارماسيوتيكال اندستري، الكوميونيكيشن بتبتدي معانا، او خلينا نقول عليها البروفيشنال كوميونيكيشن، بتبتدي معانا من لحظه الانترفيو اللي احنا بنعمله علشان نخش الاندستري. الكوميونيكيشن ده لازم يكون بروفيشنال، لازم يكون بروفيشنال، لان من الميديكال ريب لحد ما تبقى ان شاء الله جنرال مانجر او سي اي او، فانت بتعمل بروفيشنال كوميونيكيشن ويز ديفرنت كايند اوف ستيك هولدرز اور كونسيومرز. فعشان تبقى ميديكال ريب انت محتاج تكون بروفيشنال كوميونيكيتور، عشان تترقى في الكارير لادر بتاع الاندستري محتاج تكون بروفيشنال كوميونيكيتور، عشان تكون جي ام او سي او وتيجي تخاطب الشير هولدرز والستيك هولدرز فانت محتاج تكون بروفيشنال كوميونيكيتور. وكل واحده فيهم ليها ديفرنت اسبيكت وليها ديفرنت مسج وليها ديفرنت بيربس. فهو الكوميونيكيشن او البروفيشنال كوميونيكيشن ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده، ازاي نكون بروفيشنال كوميونيكيتور. حلو قوي. يعني زي ما حضرتك وضحت كده انه الاساس بالنسبه لنا جايين ان احنا نتعلم ازاي تو بي بروفيشنال كوميونيكيتور، لانه ده اللي بيفرق معانا في الكارير باثوي بالنسبه لنا. ايا إن كان انت كنت مين، ميديكال ريب هتكمل في السيلز،
ميديكال ريب، هتكمل في الماركتنج وات ايفر. المهم ان انت هتوصل في اي بوزيشن محتاج ان انت تتعلم بروفيشنال او تكون بروفيشنال كوميونيكيتور. طيب يعني خلينا برضو نبدا في الاول خالص، بعد ما قلنا ليه احنا جايين النهارده نتعلم او احنا جايين نتعلم ايه كوميونيكيشن، عايزين نعرف هو ايه هو الكوميونيكيشن بقى، يعني باك تو بيزكس كده. طيب قبل ما اقول لك هو ايه الكوميونيكيشن او الديفينيشن اوف كوميونيكيشن، هقول لك مقوله قالها سقراط زمان، قال تكلم حتى اراك او speak so that I may see you. المقوله دي ليها شقين او ليها طريقتين ان احنا نفسرها. اول حاجه ان انت عشان تبان او to be noticed او الناس تشوفك في الشركه او في المستشفى او في الكارير بتاعك، لازم تبتدي تتكلم، لازم تعبر عن نفسك. اللو بروفايل وان انت داخل رايح السايكل ميتنج فانت مش ناوي تتنجيج مع حد او ناوي تتكلم بحيث ان محدش ياخد باله، ده معناه ان انت مش هتتشاف. عشان تتشاف انت لازم تتكلم، لازم تعبر عن نفسك، لازم تكون اكتيف بارتيسيبنت. ده شق ان انت لازم تكون جود كوميونيكيتور ولازم تعبر عن نفسك في اي فورم جوه الشركه او حتى في البيزنس ريفيو او حتى مع الكاستمر بتوعك. الشق التاني ان الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي بتعبر عن شخصيتك. فلو انت showing positive attitude في الشركه ومع الكاستمر فانت كده بتعبر عن شخصيتك ان انت انسان ايجابي، انسان تسعى للجود فيوتشر. وعلى العكس لو انت الاتيتيود بتاعك نيجاتيف فانت الكوميونيكيشن بتاعك بيبان النيجاتيف اتيتيود ده والناس بتشوفك as a negative participant. فهنا الكوميونيكيشن is very critical. احنا لازم عشان الناس تعرفنا لازم تكومينيكيت، وعشان الناس تعرفنا كويس لازم تكومينيكيت in a good way. It's very critical. طب نيجي للسؤال التاني، احنا عايزين نكون professional communicator ازاي؟ يعني ايه الفرق؟ صح ده سؤالك يا عبد الرحمن ولا؟ وايه هو الكوميونيكيشن برضه بالظبط؟ طيب الكوميونيكيشن حسب الديفينيشن اللي هو understanding and sharing meaning. يعني انا لازم اكون بشارك معلومات او بشارك الناس بفكره، لازم الفكره دي اكون انا مستوعبها وفاهمها. وهي بروسيس، يعني هي مش حاجه واحده، لا هي فيها خطوات وليها كومبوننت، عشان كده بروسيس اوف اندرستاندينج اند شيرينج مينينج. وهي بتعتمد على اللي انا بقوله او اللي انا بكتبه وعلى الطريقه اللي انا بقولها بيها او اللي انا بكتبها بيها. فانت ممكن تقول انا مبسوط منك يا عبد الرحمن، بس انا بقول لك انا مبسوط منك وانا بزعق. طب يعني دي طريقه غريبه جدا، يعني ازاي اقول لك انا مبسوط منك وانا اساسا مدي لك فيشل اكسبريشن مبين انا متضايق، فيها تناقض صح؟ فانا لما اقول لك ان انا مبسوط منك وان انا ابريشيتنج الايفورت بتاعك، لازم يكون الفيشل اكسبريشن بتاعتي والطريقه اللي انا بتكلم بيها فعلا تعبر عن اللي انا بقوله. حلو، ودي فيري امبورتنت. طيب يعني حضرتك كده بتقول ان الكوميونيكيشن كيورد هنا ان احنا بنتكلم انها بروسيس، يعني البروسيس دي. طب ما احنا طول عمرنا عارفين الكوميونيكيشن انه من والى وحاجه بتتقال وخلاص، هي بروسيس، هي ليها كذا كذا حاجه مكونات للكوميونيكيشن صح؟ في كتير. معظم الناس تعرف ان الكوميونيكيشن عباره انا عايز اقول حاجه، فانا راجل ببقى السندر والحاجه دي اللي انا عايز اقولها دي هي المسج، وبقولها لعبد الرحمن ده ريسيف، تمام؟ ده الناس عارفاه. لكن في الحقيقه هو في اكتر من حاجه، في حوالي 8 كومبوننت للكوميونيكيشن. في السورس اللي هو انا في الحاله دي، في المسج الكلام اللي انا بقوله، في التشانل، احنا النهارده شغالين اونلاين فالتشانل بتاعتنا ايه؟ عن طريق الاونلاين. وفي الريسيفر اللي هو انت عبد الرحمن والناس اللي معانا النهارده. طيب في حاجات تانية بقى الناس ممكن ما تكونش اخده بالهم منها، زي الفيدباك، زي الكونتكست، الانفايرمنت، الانترفيرنس. وانا عشان بس ابسط للناس الموضوع، ممكن كل الناس تكون بتلعب كوره، لكن في ميسي وفي صلاح وفي كريستيانو. ليه؟ لان صلاح وميسي وكريستيانو قدروا ان هم يعرفوا الكومبوننتس بتاعه اللعبه دي ويتقنوها ويطبقوها في الملعب. مش كل اللعيبه وصلت لمهاره ميسي، لان ميسي اخد كل اللي يقدر يعمله مع الكوره في الملعب وترجمها دي لبرفورمانس موجود جوه الملعب واهداف. فالفكره كلها ان انت ممكن تكون كوميونيكيتور، لكن هل انت بتكوميونيكيت وكونسيدرنج الايت دايمنشنز بتاعه الكوميونيكيشن وانت بتتكلم؟
هي دي البوينت. ان يعني خليني اقول لك برضه يعني خليني اقول لك برضه يا دكتور محمد واللي انا فهمته من حضرتك انه كلنا عارفين ان هو في الاخر خالص في سورس هو اللي بيقول الكلام، في ريسيفر بيستقبل الكلام، في تشانل طريقه الكلام سواء بقى اورال او ان احنا بنتواصل دلوقتي على اونلاين او وات ايفر، وفي مسج نفسها. ده الكوميونيكيتور اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده بروفيشنال كوميونيكيتور، يبقى هو الراجل لازم يبص على بقى الكلام اللي احنا نشرحه المفروض النهارده، الفيدباك والكونتاكت والانترفيرنس، صح كده؟ بالظبط كده. ان احنا لازم عشان نكون بروفيشنال تكونسيدر الثمان ابعاد دول للكوميونيكيشن، احطهم في بالي واكون حاطط لهم خطه واكون حاطط لهم وعي بيهم، ان انا اكون واعي ان في فيدباك انا محتاج اعرفه من الشخص اللي بيستقبل مني الرساله اللي انا عايز اقولها، ومحتاج اكون واعي ان في حاجه اسمها سياق التواصل والانفايرمنت بتاع التواصل، واكون واعي برضو ان في حاجه اسمها انترفيرنس. الانترفيرنس ده بيأثر على الرساله اللي انا بقولها. صح. ده غير بقى ان احنا الاربع دايمنشن اللي احنا المفروض عارفينهم لازم برضو نكون عارفين ابعادهم عشان نقدر نتعامل معاهم بطريقه احترافيه. طيب خلينا نشرح كل دايمنشن كده بشكل سمبل، يعني نبتدي كده بالسورس. تمام. بوعد السورس ده، اتفضل. تمام. السورس ده هو الشخص او الجهه او الهيئه اللي بتتخيل الرساله او تتخيل البروسيس بتاعت الكوميونيكيشن وتبتدي تعملها كرييشن وتبعتها. مثلا في الفارما اندستري الماركتنج ديبارتمنت هو اللي بيقول انا محتاج المنتج ده اعمل له بوزيشننج بطريقه معينه، والكاستمر بتاعه هم السبيشاليتي الفلانيه، وببتدي اقول انا هقول الرساله بتاعه المنتج ده بطريقه ان انا ادي الدكتور وادي المريض وادي الادفانتج وادي الرساله اللي هقولها، ويبتدي يعمل البلان بتاعته، صح كده؟ فهنا السورس بتاع المسج هو الماركتنج ديبارتمنت. طيب الماركتنج ديبارتمنت ممكن يختار التشانل، ودي هنجيها بعدين، ما بين اوبشنز كتيره، صح؟ ممكن يكون الميديكال ريب. هنا ساعات الناس بتفتكر ان الميديكال ريب هو السورس، صح؟ اكشلي لا، السورس هو اللي بيعمل ديزايننج للمسج وهو بيختار التشانل. في الحاله بتاعتنا في الاندستري بتاعتنا الميديكال ريب هو عباره عن التشانل مثلا. يس هو تشانل اوف كوميونيكيشن. لان انا هديك مثال الفولترين مثلا، الشركه بتاعته كانت في الاول بتخليه بريسكريبشن بيست بروشيتات، وبالتالي بتستخدم السيلز تيم او الميديكال ريب تيم تو كونفي ذا مسج تو ذا فيزيشن. لكن بعد كده قررت ان هو يبقى دايركت تو كونسيومر، ووقفت مثلا شغل على الفولترين جيل، وابتدت تروح للبيل بورد اللي في الشارع، الاعلانات اللي في الشوارع، او للسوشيال ميديا. فهنا ابتدت تختار شانل مختلفة ووقفت الشغل اللي الميديكال ريب كان بيعمله، صح كده؟ صح. فاحنا هنا بوضوح ده مثال واضح جدا ان الماركتنج ديبارتمنت هو اللي خلق المسج وهو السورس، والميديكال ريب هو عبارة عن شانل اوف كوميونيكيشن. وهو بقى يعني الميديكال ريب هنا الشانل اللي هو بيتيلور طريقة تعبيره عن المسج. المهم في الاخر خالص هي جاية له المسج من الماركتنج ديبارتمنت عشان يوصلها للريسيفر، بس هو بيتيلور بطريقته وعن طريق السيلينج سكيلز اللي بياخدها، صح كده؟ بالظبط. بالظبط. مش بس سكيل، لو انت تشوف لو الناس برضو تاكد معانا، بنعمل سيلينج سكيلز وبنعمل تريننج وبنعمل برودكت نوليدج وبنعمل رول بلايز علشان ودايما الرول بلايز يبقى فيها الماركتنج عشان يتاكد ان المسج اللي هو عاملها بتوصل بالطريقه الايه الاكيوريت. حلو جدا، صح كده؟ يعني احنا كده اتكلمنا على السورس وقلنا انه مش لازم ان انا بقول المسج يبقى انا السورس الوحيد ليها او انا السورس الاولي ليها، لا ممكن يكون في سورس غيري لكن انا بانقل المسج دي. طيب خلينا نتكلم على المسج نفسها، يعني بتهيألي هي دي الكور بتاعه الكوميونيكيشن اعتقد، وبرضه صحح لي يعني ده اللي بيقول لك يعني it's not a matter what to say it's all about how to say. فخلينا نتكلم على المسج دي. تمام. المسج ده اللي هو المينينج نفسه اللي احنا بننقله، المعنى او الفاليو اللي انت بتنقلها من السورس للريسيفر.
المسج ممكن تكون ريتن وممكن تكون اورال، يعني ممكن تعمل مسج في ريبورت وممكن تعمل سبيتش وتنقلها عن طريق برزنتيشن او حد واقف. تمام كده؟ مثلا انا هديك هنا مثال انا كاتبه. اوكي. ان انت مثلا رايح تتكلم على مسج، المسج دي المفروض ان هي نيجاتيف مسج، انت رايح تقول لمديرك او للتيم ان احنا مثلا عندنا مرتجع بضاعه مثلا في مكان فلان، فدي مسج صح كده؟ يس. طيب انت دلوقتي هتقولها بالطريقه دي ولا انت المفروض تقولها بطريقه تكون دايما محافظ على ان هي بروفيشنال مسج؟ اوكي. المفروض ان احنا دايما نكون عايزين عشان احنا نبقى بروفيشنال. الشخص العادي هيجي يقول لك والله يا فندم احنا عندنا مرتجع من المكان الفلاني، لكن الشخص البروفيشنال هيصيغ المسج بتاعته بطريقه مختلفه. اوكي. هيقدم المشكله وهيقدم الريكومنديشن للحل وهيكون عمل كوميونيكيشن مع ديفرنت ستيك هولدر علشان يبتدي الاكشن بتاع سولفنج الايشو. فهنا دايما يعني عايز تقول هنا برضو انه لو انا قصادي مسج معينه زي ما حضرتك بتقول كده، عايز تقول باد نيوز، وعندي شخصيه واحد بيقولها بطريقه معينه، واحد حاول ان هو يحافظ على البروفيشناليزم وهو بيقول الطريقه نفسها، فبص على الابعاد الثمان ابعاد اللي احنا كنا بنتكلم عليها. بالظبط. الكونتكست هنا هنيجي للحته دي بعد كده، اللي هي الكونتكست. الكونتكست بتاعك ان انت in a business relation، الاكسبكتيشنز بتاعه المانجر او الشركه منك ان انت لما تيجي تقول مسج تقولها in a professional way، وده تحتمل ان انت بتعرض المشكله وفي نفس الوقت بتعرض حلها. اوكي. ده غير ساعي البريد. ساعي البريد هو موصل، بس هو موصل ليه دور محدد ان هو بيوصلها من غير ما تكون مفتوحه، صح؟ يس. بيوصل للظرف مقفول، لكن البروفيشنال ميديكال ريب او البروفيشنال مانجر بينقل المشكله وبينقل معاها حلها بطريقه الوقت. الطريقه هنا مهمه جدا. يعني انت ما ينفعش تكون، احنا دايما بنقول ان احنا عايزين نبقى هنا بوزيتيف اتيتيود، لكن ما ينفعش تكون داخل بتقول خبر المفروض ان هو خبر مش كويس، احنا عارفين ان هو مش كويس، وانت بتضحك او انت فرحان، بتبقى غريبه جدا. فانت المفروض تكون ماتشد مع الخبر نفسه، او اللي هو هنا بنسميها البروفيشنال كوميونيكيشن. انت هنا بتعمل كوميونيكيشن، مش بتنقل خبر نيوز او انفورميشن، انت بتقول الموضوع وبتقوله في سياقه وبتقوله بطريقه بروفيشنال. اوكي. فهنا ده اكزامبل. نفس الموضوع بالنسبه للايميلات. يعني انا برضو الايميلات انك تكتب ايميل برضو دي مسج، وهنا الكتابه بتاعه الايميل ليها برضو بروتوكول وليها طريقه. يعني مثلا انت لما بتكتب ابر كيس ده معناه ان انت بتزعق. لما بتكتب باراجراف متواصل من غير بانكتويشن لازم تتاكد ان ما حدش بيفهم اللي مكتوب، لازم يكون المكتوب بطريقه بروفيشنال لاوبجكتيف، والعنوان او السبجكت بتاع الايميل يكون موضح الايميل ده ليه هدفه ايه، ويكون مكتوب بطريقه فيها يعني فيها بانكتويشن تخلي اللي بيقرا لان هو مش شايفك تمام يفهم. خصوصا ان احنا هنيجي بعد كده للكلام اللي مكتوب او الكلام اللي بيتقال يمثل قد ايه من الجود كوميونيكيشن، هنلاقي ان هو عباره عن 7%. الباقي كله تون اوف فويس وبادي لانجويج. طيب الايميل اللي مكتوب ما فيهوش لا تون اوف فويس ولا فيه بادي لانجويج، فبالتالي ال 7% دول لازم يكونوا مكتوبين بايه؟ بطريقه بروفيشنال. لازم يكون الكي مسج بولد مثلا او محطوط تحتيه خط او هايلايتد. لو انت بتكتب كتير في ليفلز من السي او مثلا او الجي ام لازم تكون دايركت تو ذا بوينت، لان وقتهم بيبقى يعني بيبقى عنده في اليوم كذا ميتنج، فهو مش فاضي يقعد يقرا باراجراف كبير، هو بيبقى عايز يشوف البوينت ايه والحل الريكومنديشن. تمام. فلازم تكون برضو هنا السياق الاكسبكتيشنز بتاعه الاودينس ايه بالظبط من المسج اللي انت بتقولها. فكومبايلنج ذا مسج او باك تو ذا مسج عشان بس البوينت دي تبقى واضحه، الرساله هي عباره عن المعنى اللي انت عايز تنقله، الفاليو اللي انت عايز تنقلها. الفاليو دي انت لازم تكتبها بطريقه بروفيشنال ليها اوبجكتيف واضح. تمام. هل هي انفورميشن؟ هل هي بيرسويشن؟ هل هي
مشكله وحلها، ولازم الموضوع يكون واضح في الانترودكشن بتاعها ويكون واضح في السياق في البودي بتاع المسج وفي الكونكلوجن بتاعها. حلوه. يعني حضرتك برضو تطرقت الجزئية يعني محتاجه فعلا اللايف سيشن لوحده، موضوع الايميل وازاي تفورميليت الميل، وده نوع من انواع المسجز. يعني في الاخر زي ما قال دكتور محمد كده انه المسج نفسها هو المعنى اللي انت عايز توصله. طيب بالضبط. المعنى اللي انت عايز توصله ازاي؟ خلينا نتكلم برضو على ازاي ديت التشانل وانواع التشانلز. طيب انا برضو يعني قبل ما نروح لانواع التشانلز نتكلم، انا اتكلمت على البادي لانجوج، اتكلمت ان البادي لانجوج مهمه جدا، وخصوصا ان احنا كلنا مندوبين ومانجرز، فاحنا بنقابل كاستمر وبنقابل مديريننا وبنقابل زمايلنا وبنستخدم الديفرنت او اللي بيسموه الفول باكج اوف كوميونيكيشن، اللي هي الوورد اللي هي تمثل 7% من الامباكت اوف مسج، والتون اوف فويس اللي هو عباره عن 38%، والبادي لانجوج اللي هو 55%. طيب ايه اهم حاجه عشان اكون انا بروفيشنال كوميونيكيتور اخد بالي منها وانا بتكلم؟ اول حاجه انت لازم تو ريفلكت كونفيدنس، تو شو كونفيدنس، يعني تبقى داخل وانت محسس الناس ان انت واثق في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. طب الكونفيدنس دي بتيجي ازاي؟ يعني انا ما ببقى كاتب ان انا كونفيدنت، لا، في حاجات الاودينس او الريسيفرز بيبصوا عليها وبيشوف هل انت كونفيدنت ولا لا. منها ان انت تو سمايل، to start with a smile، حتى لو انت يعني in a bad situation او in critical situation show smile، بس ما تبقاش يعني زي بقول برضو ايه في السياق يعني يعني انت انا مثلا لما اشوف عبد الرحمن حتى لو انا عندي خبر او ظروف مش ظريفة وشفته في الشغل الصبح لازم يعني اقابلك بابتسامة تمام، وبعد كده خلاص يعني اقول لك انا مثلا النهاردة not in a good mood، السياق بقى بيبان، بس الابتسامة بتشو confidence. تاني حاجة الاي كونتاكت، دايما تكون على تواصل بالعين مع الناس. طبعا التواصل بالعين في الفيس تو فيس بيبقى اسهل كتير من التواصل عن طريق الانترنت او السوشيال ميديا، دي برضو بتبقى مهارات جديدة، يعني مهارات حصلت جديدة الناس المفروض تبتدي يشتغل عليها. تاني حاجة البادي لانجوج نفسه، انت بتاخد بيسموها البوستشر والجيستشر، يعني انت بتاخد pose of power، يعني تبقى واقف، وطبعا ده من احسن الطرق اللي انت تتكلم فيها ان انت تقوم وانت بتتكلم، تبقى واقف وانت بتتكلم مثلا في جروب ميتنج او في بيزنس ميتنج، لان ده لو انت اخد pose of power بتخلي الناس منتبهه للي انت بتقوله ومركزه معاك، وبرده هيديك فرصه ان انت تعمل اي كونتاكت مع الناس اللي قاعده، فبتبقى بتبص هنا وتبص هنا وتبص هنا وتحسس الناس ان انت شايفهم وبالتالي هم مركزين معاك. تمام. برضو تستخدم السبيس اللي حواليك، يعني انت وقفت وابتديت تشو البادي لانجوج بتاعك وتتحرك، يعني تبقاش واقف يعني ثابت، تتحرك في المكان اللي حواليك، ده برضو بيرفلكت الايه الكونفيدنس. برضو يعني اتكلمنا على الفيشال اكسبريشن، هنا انا حاطط صوره لنفس الشخص بكذا فيشال اكسبريشن، يعني فيري مينينجفول، يعني انت تشوفه بيضحك باين انه فرحان، باين انه هو مركز، باين انه هو متضايق او مستغرب. احنا كده غطينا معظم الايتم بتاعه البادي لانجوج، واهم حاجه منها التون اوف فويس طبعا والاي كونتاكت، وان انت تبتدي تتحرك، يعني لو انت عايز تكونفيرم بتستخدم ساين اوف كونفيرميشن، بتعمل اوبن بادي لانجويج تو شو الكونتاكت، دي فيري امبورتنت. وبرده للنقطه 10 ليرن فروم اذر بريزنترز، طبعا يعني ده مثلا تشوف اوباما وهو بيتكلم ازاي، تشوف مدير كويس منتور عندك في الشركه وهو بيتكلم ازاي، تشوف احسن برزنتيشن انت عجبتك حضرتها كان ايه اللي حصل فيها يعني. فدي برضو من الحاجات اللي احنا كلنا لازم نبقى قاعدين اكتف، يعني وانت قاعد في ميتنج تكون قاعد اكتف بتشارك واكتف بتراقب وتحلل عشان تستفيد، يعني عشان تبقى بروفيشنال، يعني احنا الهدف ان احنا نكون بروفيشنال فلازم تكون alerted. يعني حلو قوي. يعني خلينا ناخد برضو من السلايد دي ان هي بتقول انه المسج اللي احنا كنا بنتكلم عليها في السلايد اللي فاتت هي يعتبر 7%، وبعدين بقى ان انت تكمل الرسمه صح بان انت تحط عليها ال 38% وال 55% اللي هم التون اوف فويس والبادي لانجويج وال 10 بوينتس دول او 10 بولتس دول
عباره عن تريكس كده ليك علشان تو بي كونسيدرد وانت بتكوميونيكيت، سواء السمايل او الاي كونتاكت وغيره وغيره. طيب كنا برضو بنتكلم على التشانل بعد ما طلعنا من المسج، ازاي توصل المسج دي انواعها وامثله ليها. تمام، التشانل ده الميديا او الميديوم اللي بتتنقل فيه المسج من السندر للريسيفر. في الفيس تو فيس كونفرسيشن دي بتبقى سهله، يعني انا شايفك وبتكلم معاك في الحاله بتاعتنا دي اللي هي الانترنت او البرنامج اللي احنا شغالين عليه، ممكن تكون اوفر ذا فون، ممكن تكون فويس مسج عن طريق الواتساب دي يعني جديده، او ريتن. ريتن ممكن يكون ميموراندوم متعلق في الشركه، خبر معين، او ان انت لازم تبصم وانت داخل، او ان انت لازم تيجي في ميعادك. دي تشانل الورقه اللي متعلقه، دي تشانل الايميل والبرزنتيشن سلايدز. البرزنتيشن سلايدز من الحاجات المهمه واحنا هنديها برضو وقت شويه ليها في النهارده. طيب برضو التشانل ليها علاقه بالبيربس اوف ذا كوميونيكيشن. احنا اتكلمنا ان الميديكال ريب في حالتنا في الاندستري بتاعنا هو تشانل. طب احنا ليه الاندستري دي اختارت التشانل دي؟ عشان تكون هي اساس الاندستري، رغم ان كلنا عارفين ان دايما الكوست بتاعت الفيلد فورس هي اكتر كوست في الاي ان بي بتاعت الشركات، صح كده؟ طيب ليه؟ ان الاندستري دي بنسميها هي ميديكال اندستري، ميديكال فيلد، الدكاتره هايلي سبيشالايزد كاستمر بالنسبه لينا، او هايلي سبيشالايزد بروفيشنال، وبيتعاملوا مع بيشنت في مهنه انسانيه، يعني مهنه المفروض هدفها علاج الناس ومصلحه الناس. وعشان المهنه دي مهمه جدا، فالتشانل لازم تكون هايلي سبيشالايزد برضو، يعني ما ينفعش يكون السورس الوحيد للمعلومات تمام هي عباره عن بروشور، ان انت الماركتنج ديبارتمنت عمل بروشور وبعته للدكتور باي ميل. طب فين هنا لو الدكتور عنده سؤال او عايز تراست اكتر يعمل ايه؟ المندوب بيعمل الدور ده. المندوب اذا تشانل، لكن في نفس الوقت هو عباره عن الشركه بالنسبه للدكتور. تمام كده؟ يعني الدكتور ما بيشوفش شركه اكس، هو بيشوف محمد اللي جاي من شركه اكس. لو محمد ده كريديبل، معلوماته مظبوطه، لبسه مظبوط، عنده سكيل، فالدكتور بيحس ان الشركه دي شركه فعلا تراست وورثي وشركه بروفيشنال. طيب تاني برضو الكومبيتيشن اللي موجوده، كان زمان كينيلون في سيبروفلوكساسين بس او اوفلوكساسين، اوكي، دول اللي كانوا مكتوبين في التكست بوك. لو الدكتور يعني اعتمد بس على التكست بوك as a source تمام، وعلى الكتاب as a channel، فهنا هيكون المعلومات عنده not up to date. احنا دلوقتي عندنا اكتر من 15 كينيلونز، كل كينيلون ليه advantage و disadvantage. هنا دور الشركات ان هي تعمل highlight على الadvantage بتاعتها، وتcompare وتposition، وتحقق عملية الايه clear positioning والpatient profile والsales بعد كده تمام. طبعا in a good way، وده هنيجي بعد كده للخطوة اللي بعد كده فيها جزء خاص بالmessage نفسها والoverselling، يعني برضو to avoid الoverselling. فهنا دور المندوب as a channel او الindustry as a channel very important، لان الreceiver او الcustomer بتاعنا هو highly specialized بروفيشن. لكن في نفس الوقت الشركه نفسها اللي عندها دواء اوتو سي تمام، ممكن الصيدلي يطلعه على طول، ممكن تقول انا مش هشتغل بفيلد فورس، انا هشتغل بدايركت تو كونسيومر، باعلانات في التلفزيون، ولان الدواء نفسه الريجوليشن قالت ان انت ممكن تروح للمريض دايركت. اوكي، ساعتها الشركه قررت ان هي تو باي باس التشانل اللي هي الكوستي اللي هي الميديكال، وراحت دايركت للدكتور بدايركت تو كونسيومر ميديا او بيلبورد ستريت بيلبورد تمام. فهنا اختيار للشانل لازم يكون ماتشد مع الاوبجكتيف من الكوميونيكيشن والكونتكست بتاع الاكسبكتيشن او الريسيفر نفسه ايه البروفايل بتاعه. حلو،
يعني برضو النقطه دي جوهريه يا دكتور، مش مجرد ان احنا نعرف ايه هي انواع التشانلز وخلاص، لانه يعني عندنا زي ما شرحت كده حضرتك المثال الواضح بالنسبه لنا في شغلنا، التشانل اللي هو الفيل فورس اللي بيوصل المسج للدكتور. ما انا ممكن اختار زي ما ظهر في كوفيد 19 او الفتره اللي فاتت ان احنا اخترنا او غيرنا التشانل اللي احنا بنوصل بيها المسجز، بدل ما هي بيرسونال سيلينج وفيس تو فيس كونفرسيشنز بقت ديجيتال. فاكتشفنا او عملنا امفازيزيشن كده على فكره انه لا، ده البيرسونال سيلينج اللي هي اكتر شيء بيكلف الشركه، انا برضو هظل ان انا هانفست فيه كشركه عشان هو ده افضل ميديوم اللي بيوصل المسج للكاستمر بتاعي بشكل افضل. بالظبط، عشان الكومبيتيشن بقت عنيفه جدا، يعني كل الادويه بقى فيه مسائل ونفس الميكانيزم اوف اكشن واحسن ميكانيزم اوف اكشن. الفيلد فورس والسكيلز بتاعت الفيلد فورس هي اللي بتقدر تعمل كلير بوزيشننج وتوصل، يعني هي ذا موست، رغم ان هي كوستلي بس هي ذا موست افيشنت، واثبتت ده الفتره اللي فاتت برضو. انا بس ماشي قبل ما انتقل للريسيفر، عايز برضو اقف هنا عند حاجه، انا كنا كل اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده يعتبر اكسترنال، والشركه هي اللي حددت الطريقه بتاعه التواصل مع الكاستمر عن طريق البيرسون سيلينج. خلينا نتكلم برضو ندي هنت كده على الموضوع بشكل انترنال، بمعنى انه احنا لما بنتواصل مع بعض في الشركه او في الشغل بشكل عام، يقول لك والله انا بعت لك فويس، او انا وانا واقف معاك كده كلمتك وقلت لك على الحاجه الفلانيه اللي علاقه بالاكونت الفلاني او غيره، يقول لك لا استنى خلينا نتكلم فيها او ابعتها لي ميل، يعني عارف انت الترند اللي ابعتها لي ميل. فهنا دي طريقه اختيار التشانل نفسها. طب ما خلينا نعرف ونحط نقط في الحروف، هل طريقه اختيار التشانل انا اللي بحددها كموظف ولا الشركه ولا احنا اللي بنتوافق عليها ولا ايه بالظبط؟ حلو جدا اللي انت تقوله ده، يعني نقطه ممتازه جدا، هتربط ما بين التشانل والكونتكست والكالتشر. الكونتكست هنيجي بعدها، هي ليها علاقه بالكالتشر. طيب دلوقتي انا في الكالتشر الغربي كل حاجة should be written، مش معنى ان احنا وقفنا اتكلمنا ان احنا كده agreed، بيسموها الكوريدور توكس، يعني انا قابلتك وقلت لك انا عبد الرحمن عايز منك كذا 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 بسرعة كده، فانت قلت لي حاضر وخلص الموضوع على كده. انت ممكن انت تنسي الشانل دي، مش مظبوطة للimportance بتاعت الموضوع، ممكن تنسى، ممكن الديدلاين يكون انت confused لان انت ما شفتوش، سمعته بسرعة هل هو 27 ولا 7 انا مش فاكر بالظبط. طب ايه اللي يحل الموضوع ده؟ الحل الموضوع ده ان الموضوع يكون followed by email. طيب لما نبص عليها من الناحيه الثانيه، هل الايميل لو انا مثلا شفتك الصبح وسلمت عليك لكن بعد فجاه ما كلمتكش في حاجه وبعت لك ميل اطلب منك حاجات كتير، مش انت هتستغرب برضو؟ طب ما انا كنت معاه الصبح، طب هو ليه ما قاليش؟ فهنا الكالتشر بتفرق. الاجانب او الويسترن كالتشر دايما كل حاجه should be organized, should be written, should be communicated in the proper channel. وفي نفس الوقت الميتينجز الفيس تو فيس ميتينجز مهمه جدا. انا ممكن ابعت لك ميل انت تاخده ان الميل ده فيه انستراكشن وتحس ان انت اوفندد، هو ليه بيقول لي اعمل وكذا وكذا وكذا. لكن احسن طريقه حسب طبعا اهميه الموضوع، ان انا اي كول فور ا ميتينج، هعمل انفيتيشن او اقول لك يا عبد الرحمن تعالى نشرب قهوه مع بعض ونقعد، هقول لك والله احنا عندنا السيتويشن الفلاني، انا محتاج منك الكونتريبيوشن ده، هل انت فاضي يوم الحد الجاي كديدلاين يعني تلحق تخلص تقول لي اه؟ طيب انا بس عايز افهمك ان انا البوينت دي هي اوف هاي امبورتنس بالنسبه لي، وانا متوقع منك ايه، ان انا اشوف مثلا اكس وواي وزي في الاوتكم اللي انا مستنيه منك. تمام كده خلاص يا عبد الرحمن، انت قلت لي اوكي اجريد، طيب انا هبعت لك بقى ايه بالكلام ده ايميل وهسيس ايه مديري ومديرك. ده كده بروفيشنال. ليه؟ لان انا الشركات المحترفه او البروفيشنال بتعتمد على سستينابيليتي. يعني ايه؟ يعني انا دايما عايز الشغل يبقى ماشي بغض النظر مين اللي موجود، ودي حقيقه يعني انا شفتها، يعني هي مش بره، انا كنت في السعوديه والكويت والجلف، هي مش بره يعني، بس هي مصريين بس البروفيشنال ليفل عندهم مختلف. في الايميل ده مش حاجه وحشه، بالعكس ده تنظيم. فاهمني؟ ان انا اسايس مديرك وانت تسايس مديري ده ما فيهاش اي عيب، ده بالعكس
ده نظام عشان لما انا مبقاش موجود الشغل يستمر، تمام؟ عشان يبقى مديري اوير ومديرك اوير، لو انت اجازه نقدر نرجع للكوميونيكيشن دي وحد تاني يقدر يعمل التاسك. فهو ده اهميه الايه، ان انت تستخدم كذا شانل عشان yes. توصل الـ الهدف او البروفيشنال كوميونيكيشن اللي انت عايز تعمله. هو ده اللي كنت عايز اوصل له فعلا ونعرفه للشباب. طيب خلينا نتكلم على الارم الرابع اللي هو الريسيفر. الريسيفر ده بيسمع وخلاص ولا بيعمل حاجات تانية؟ الريسيفر ما بيسمعش بس، هو الريسيفر بيسمع وبيبقى اكتيف بارتيسيبنت في عمليه الاندرستاندينج، لان هو ببساطه هو بيانالايز وبينتربريت الانفورميشن او المسج اللي جايه له، والساعات الانتربريتيشن ده بيبقى انتندد او ان انتندد. انا هنا حاطط بعض الصور معظم الناس فاميليار بيها، الصور دي كلها معروف ان هي لها معنى ايه، ست كبيرة أو ست صغيرة، بطة أو أرنب، كلب أو أسرة، راجل وطفل. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن أنت كسندر ممكن تكون حطيت المسج وممكن تكون بعتها في الشانل المظبوطة، لكن أنت أوفرلوكد حاجة معينة في المسج أو في الريسيفر نفسه أدى إلى ميس كوميونيكيشن. في كوميونيكيشن، في ميسكوميونيكيشن ادى الى ميسكوميونيكيشن. المعنى اللي انت عايز توصله راح خالص وجاب طريقه عكسيه جدا. وانا هديك مثال في الاندستري بتاعتنا. لما البرودكت مانجر او الماركتنج ديبارتمنت يعمل دايركت كومباريزون اجريسيف فيرسس بيسموه جولد ستاندرد في الثيرابي اريا دي او في البيشنت ده، ويقول انا احسن من المنتج اللي انتم متعودين عليه جدا، حلو، انا ذا سيفست. لو انت يعني مش معاك دوكيمنت سبورتنج الكلام ده، جديد ابديتد وببلشد في فيري فيري ريبيوتابل جورنال، ميديكال جورنال، معظم الدكاتره بيرسيف الموضوع ده ان نيجاتيف. الاوفر سيلينج بنسبه كبيره بيجيب اثر عكسي. ده مش معناه احنا ما نقارنش، لا انت قارن، لكن بتبقى في السياق ان انت بتقدم نفس الافكاسي اللي انت متعودين عليها مع سلايد ديفرنس. تمام، في طرق كتيره احنا كنا بنستخدمها عشان نبين ان الريزلت اللي انت متعود عليها انت هتاخدها من المنتج الجديد، لكن مور بيشنت ويل بينيفيت فروم ات. يعني الاستاذ القديمة بتقول هنا 90% success rate، لكن احنا عاملين 95% success rate، يعني more patient will benefit from the medication. دي طريقة. تمام؟ غير لما تقول انا عندي study 2020 بتقول ان انا احسن من المنتج اللي انتوا بتستخدموه. طبعا دي طريقة مختلفة خالص، صح كده؟ لان الادوية معظمها effective ومعظمها الناس استخدمته لفترات طويلة وكان ليه result كويسة. فهنا المسج ممكن الريسيفر يستقبلها بطريقه عكسيه unintended، لان هي ما اتعملتش واحنا considering الكالتشر بتاعه الريسيفر او المايند سيت بتاعه او اليوزج بتاعه، الفيدباك اللي احنا بناخده منه. حلو. طيب يعني يعتبر كده ان احنا يعني اتكلمنا على الفور دايمنشنز اللي معظمنا عارفه، معظمنا بيتعامل معاه. فاول ارم من الاربعه التانيين بقى هتكلم على الفيدباك، انت قصدك فيدباك ايه؟ تمام. الجود كوميونيكيتور دايما بيحرص انه يشوف المسج بتاعته ديورينج ذا بروسيس. يعني انا لسه بتكلم معاك فانا عايز اعرف هل الامور ماشيه كويس، هل في، طب انا اعرف ازاي من الانتر اكشن دي حاجه. فما انا ممكن اجي مونولوج تك 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 نرص الكلمتين او نبعتهم وشكرا، ده انت عملت السبعة من الثمانية، بس انت اغفلت الفيدباك، اغفلت ان انت تسيك الفيدباك ديورينج الكوميونيكيشن. تمام. اكتر ناس، انا هنا حاطط صورة المسرح، اكتر ناس بيبقى فيه انتر اكشن الناس في المسرح، الجمهور بيسقف او بيتضايق او بيمشي او الاعداد موجودة، ده معناه ان الامور ماشية كويس. لكن في البيزنس بقى في حالتين لو احنا يعني بيبان فيها اهميه الفيدباك في البروفيشنال كوميونيكيشن. اول حاجه
لو انت بتعرض للتيم بتاعك الاوبريشنال بلان، الدايركشن اللي هنشتغل عليه ده لو انت ديستريكت مانجر، ولو انت سي اي او لو انت بتعرض للكوميتي او الدايركتورز اللي معاك الاستراتيجيك دايركشن بتاعت الشركه، انت ممكن تيجي تقول احنا هنروح في كذا وهنروح في كذا ومطلوب منكم تعملوا كذا. طيب هل انت سالت الباي ان بتاع الناس دي؟ هل انت اتاكدت ان الناس مقتنعه بالكلام اللي هو اللي انت بتقوله؟ هل انت اصلا ويلنج ان انت لو حد قال لك راي مخالف ان انت تكونسيدر الراي ده وتصلح، ولا هي وان واي؟ ده شيء مهم جدا. يعني وانت بتبلان فور ذا ميتنج انت لازم تكونسيدر ان ده مش الفاينل، ان احنا ممكن نرجع ونتكلم في الاوبريشنال بلان او في الاستراتيجيك دايركشن مره تانية. لازم تكون اوبن فور ذا فيدباك عشان تو جيت ذا باي ان، لان الباي ان ده هو اللي بيتاكد لك ان انت مظبوط وان الناس اللي انت بتكلمهم فهموا المسج اللي انت عايز تقولها وهيطبقوها. ده صوره. الصوره الثانيه البروفيشنال ميديكال ريب. البروفيشنال ميديكال ريب لما يخش عند الدكتور ودايما بنقول له ما تعملش مونولوج، حاول تو بروب، صح كده؟ يس. بنقول له اسال الدكتور، اتاكد ان الفكره دي وصلت. طيب بنقول له برضو حاول تطلع السنسير اوبجكشن من عند الدكتور، صح كده؟ في الكور السنسير اوبجكشن ده معناه ان الدكتور ايه مركز معاك، فهم المسج وحلل المسج اللي انت بتقولها وطلع بمعنى، والمعنى ده قبله يعني اوبجكشن شويه، ده معناه ان الدكتور ايه مركز معاك وان الدكتور مقتنع باللي انت بتقوله، لكن طبيعي جدا ان عنده اوبجكشن. ده كويس ان انت تو هاندل الاوبجكشن. طب انت لو انت دخلت للدكتور وانت ما قلت له، يعني ما اديتلوش روم ان هو يطلع فيدباك، هل هو هيكلم؟ لا اكيد لا. انت لازم تكون وانت داخل عندك خطوه لازم تفلفل اللي هي سيكينج الفيدباك من الريسيفر او الكاستمر اللي انت بتتكلم معاه. ده علشان نبقى بروفيشنال كوميونيكيتور ونتاكد ان المسج بتاعتنا وصلت ان اكيوريت. اوكي، يعني هنا خلينا نلخص برضو الفيدباك ده، انه علشان زي ما حضرتك بتقول نتاكد ان هي وصلت ان بروبر واي، تاني حاجه كمان عشان يكون تو واي كونفرسيشن مش وان واي كونفرسيشن او مونولوج. بالظبط. حلو قوي. طيب برضو يعني معلش في كومنت كده حضرتك كاتبه، ذا اماونت اوف فيدباك انكريزز ذا اكيوريسي اوف كوميونيكيشن اولسو انكريزز. يعني انت بتتكلم انه الفيدباك وانس ان هو اتكلمنا كتير بعد ما وصلت المسج اصبح كده ان هو الكوميونيكيشن افضل. طبعا الفيدباك لما انا باخد الفيدباك من الناس حتى لو نيجاتيف، حتى لو نيجاتيف تمام. يعني مثلا النيجاتيف فيدباك يعني ايه؟ والله احنا مش متابعين معاك، وي كانوت فولو اللي انت بتقوله، فده نيجاتيف فيدباك. بس حلو جدا. طب ده معناه طب انهي نقطه؟ فانا هسالك انهي نقطه اللي فاتت؟ طب ممكن نرجع لها، طب نعيدها تاني كده كلير. كده كلير. طب دي كده زودت الاكريسي ولا لا؟ صح. وبرضه في الاوبريشنال بلان احنا هنعمل استراتيجيك موف ان احنا هنروح لل 120 مللي مش ال 250 مللي جرام. طب ليه؟ ما انا ممكن اقول لك ماشي، وبعد كده اقول يا جماعه الراجل ده الاستراتيجي دي مش مظبوطه. طب انت كده يعني انت ما كنتش كده كريسيفر اونست معايا لو انت في التيم بتاعي، لا او في التيم معانا في الشغل يعني. طب انت كده انا متوقع منك انت تكون سنسير تديني فيدباك حتى لو نيجاتيف، تقول لي والله انا شايف من وجهه نظري ان الاستراتيجي دي مش فيزبل. فانا عندي حاجه من اثنين، يا اما انا صح هقدر اقنعك او اقنعك، يا اما انت صح هتقنعني، صح كده؟ فهنا اهميه الفيدباك. حلو قوي. حتى برضه انا هقول لك حاجه، الشركات اللي هي بتشتغل دي تي سي او بتشتغل اعلانات في التلفزيون بتعمل بعد فتره حاجه اسمها مسج ريكول. تمام. بيشوفوا الامباكت بتاع الاعلان بتاعهم على الناس ويشوفوا فيدباك، لان ده هما بيستخدموش فيس تو فيس سيلينج، لكن بيستخدموا اعلان في التلفزيون او في البيلبورد، لكن برضو بيحتاجوا فيدباك عشان يعني الفاين تيونينج بتاع الاستراتيجي بتاعتهم. حلو. طيب يعني شباب برضو علشان نكون يعني ماتشنج مع بعض مع الكلام الرائع اللي بيقوله دكتور محمد، احنا لغايه دلوقتي وصلنا للارم رقم 5 الفيدباك. بليز لو انتم عندكم اي استفسارات
بالظبط اكتبوها في الكومنتس وهنرد عليها في اخر السيشن ان شاء الله. اتكلمنا على التريك اللي هي بتاعت ان انت تجيت الفيدباك من الريسيفر عشان تتاكد من ان هو المعنى وصل صح ولا لا، زي ان انت تخلق كونفرسيشن. حضرتك كنت في وسط الكلام اتكلمت على الكونتكست المضمون اللي انت عايز توصله، خلينا نتكلم عنه كده وباستفاضه شويه. اتفضل. تمام. هو الكونتكست هي المقصود بيها السين او يعني اللي هي السياق. السياق اللي هو السين والاكسبكتيشنز اللي هو من الناس وبعضها في عمليه الايه الكوميونيكيشن. هنا in a business meeting who speak first that probably has some relation to the position and role each person has outside the meeting. Context plays a very important role in communication particularly across culture. ببساطة السياق اللي هو انت لما بتروح الشغل المتوقع منك ايه؟ انت مش رايح الشغل عشان تهزر صح؟ او مش رايحين الشغل عشان نلعب كورة، فاحنا رايحين الشغل علشان عندنا ميشن محددة وعندنا تاسك لازم نعملها، وبالتالي كل كوميونيكيشن بيننا وبين بعض هي كوميونيكيشن شود بي. لو احنا عايزين نكون بروفيشنال كوميونيكيتور لازم تكون في السياق الايه؟ البيزنس، وفي السياق مصلحه الشغل. في ناس بتشتكي ان في سوري يعني في ناس بتنقل اخبار ناس او ناس بتنقل ان ده دي موتيفيتد او ده نيجاتيف او ده بيتكلم على الشركه وحش انا شايف ان انت في الحاله دي انت خرجت بره سياق الشغل. انت في الشركه فانت المفروض في سياق البيزنس، في سياق مصلحه الشغل. لما تبتدي تتكلم نيجاتيف على الشركه نفسها فانت كده انت السبب في الحاله دي، مش زميلك اللي قال. تاني حاجه، التعامل بينك وبين زمايلك في الشغل هو لازم يكون في سياق البروفيشنال كونتكست اللي هو مصلحه الشغل. مثلا حاجه بسيطه بس هي هتديك قد ايه الويسترن كلتشر او الكلتشر بتفرق في الكوميونيكيشن. في مصر وفي الهند وفي باكستان وانت لما بتلاقي حد مديرك لازم تقول له يا دكتور، يعني ده ولو هو انت ما قلتلوش يا دكتور وناديته يا محمد هتحس ان هو انت كده بتهينه يعني او بتقلل منه، صح كده؟ الاجانب كانوا بيستغربوا جدا، ايه دكتور يعني انت ليه دكتور يعني ما يعني ليه انت دايما كان في يعني يقول لك سيم كول مي جون بات برينج بزنس، يعني انت المفروض الديفولت ان احنا بنحترم بعض يعني التايتل ده هو على مو هي ليها علاقه بالكالتشر مش هيجبرنا على احترام بعض يعني بالظبط، هو الاحترام المفروض موجود ده بيزكس يعني بس anyway it's a culture difference وفي الاخر we have to adapt للكالتشر يعني انت احنا مش دورنا ان احنا نغير الكالتشر في الحته دي يعني تغيير الكالتشر بياخد وقت بس ده مثال ده السياق. سياق الشغل لازم تكون بروفيشنال. انا كان ليا مدير اول ما يعني اول ما اشتغلت خالص كان قال لي الكلام ده، هو يعني انا مش عايز اقول اسم الشركه بس هو قال لي، هي كانت من الشركات البروفيشنال جدا في التعامل، انت كل ما بتقابلني فاحنا في الشغل. ده السياق، شوف انت اخد بالك من الموضوع ده الاكسبكتيشن ان كل مقابله ليا معاه حتى لو على غدا حتى لو في ويك اند فاحنا في شغل، وبالتالي الكلام بتاعنا لازم يكون في فريم الايه الشغل. حلو. برضو مثال تاني يعني انا مثال بره الاندستري، لو انت اتفرجت على قناه روتانا واتفرجت على قناه سي ان ان هتلاقي الاعلانات اللي موجوده هنا مختلفه خالص عن الاعلانات اللي هنا، صح كده؟ يعني في روتانا هتلاقي اعلانات عصير واعلانات شيبسي، وفي سي ان ان هتلاقي اعلانات ممكن فنادق بنك ساعات فخمه ساعات غاليه، صح؟ ده السياق السين ان حطيته لنفسها وده السياق بتاع روتان، ده اللي تشانل او الكوميونيكيشن هنا، ده ليه سياق معين انترتينمنت وده ليه سياق معين اللي هو البيزنس كونتكست. ده برضو مثال عشان تشوف قد ايه الاندستري او اللي تشانل بتديكتيت اللي موجود فيها. يعني سين ان قررت ان هي mainly for business mainly for news وبالتالي السياق بتاعها مختلف عن الانترتينمنت تشانل. حلوة.
طيب يعني خلينا نقول برضو الكونتكست، لو احنا هنقول على نعمل انتربريتيشن كده على الفيل فورس بتاعنا وشغلنا على الارض، يعني انه المسج اللي هي بتوصل عن طريق الميديكريب او الفيل فورس، السياق هنا ممكن نشبهه بايه؟ لمين؟ للفيل فورس وهو بيوصل المسج، هل السياق هنا طريقة يعني ما اعرفش، هل السياق هنا بيكون طريقه عرض المسج نفسها ان ترمز اوف هيئته، طريقه كلامه، هي بروشور ولا تابلت ولا يعني السياق هنا لو احنا بنتكلم على الفيلد فورس. ده سؤال حلو. بص الفيلد فورس نفسه وهو بيتكلم على المنتج بتاعه، البروشور والتابلت دي تول، تمام؟ دي تول بتبقى فيها المسج اللي هي تمثل 7% من عمليه الكوميونيكيشن، صح كده؟ يس. فهي دي كسياق، لو احنا حطيناها في السياق، لو الشركه عايزه تلوك ابديتد فلازم تنزل المندوب بايه؟ بتابلت. لو الشركه بتقول انا انوفاتيف كومباني ويوزنج كاتنج ايدج تكنولوجي في الكليمز بتاعتها ونزلت المندوب ببروشور ورق، يبقى هي كده فيها يعني اختلاف عن اللي هي قالته في الويب سايت بتاعها واللي مطبقاه مع المندوب. يس. منزلها بروشور ورق، والمفروض هي تقول انا كاتنج ايدج اور انوفاتيف كومباني، فالمفروض تنزل بالموست ابديتد اللي هو التابلت. ده حاجه خاصه بالسياق. تاني حاجه ثانيه، المندوب نفسه، المندوب نفسه هو بيتكلم على المنتج بتاعه عند الدكتور مختلف عن وهو بيتكلم عند الشركه، صح كده؟ ليه؟ لان السياق هنا في عياده الدكتور هو بيتكلم بيشنت، تمام؟ ولو اتكلم بزنس هيبقى هو اوت اوف كونتكست، لان الدكتور اكسبكتد منه او الاكسبكتيشنز بتاعت الدكتور من الميديكال ريبس اللي داخلين له عياده ان هم يكونوا معاه في مصلحه المريض. يس. ما ينفعش تخش تتكلم بزنس عندي في العياده او في العياده بتاعت الدكتور. وفي نفس الوقت في جوه الشركه البيشنت موجود طبعا، لكن لما مديرك بيتكلم معاك على البرفورمانس فهو بيتكلم معاك على ايه؟ على بيزنس. فهنا السياق مختلف. الاوفيس ادى السياق والكلينيك ادى السياق. حلو. طيب برضه عشان اتفضل. حلو، يعني عشان نركاب برضه اللي احنا وصلنا له عشان نكمل بشكل متسق، يعني كنا بنتكلم على السورس اللي هو بيطلع المسج نفسها وات ايفر مين السورس، نتكلم برضو على المسج ذات نفسها بقى اللي بتوصل عن طريق التشانل، والتشانل ده لو احنا بنتكلم بزنس كوميونيكيشن ممكن يكون فون، ممكن يكون ايميل، ممكن يكون الميديكال نفسه، والميديكال ريب طبعا في البيزنس بتاعنا، الريسيفر سواء بقى انترنال فانت بتتكلم مديرك او مدير مديرك او اي ديبارتمنت داخل الشركه، او بتتكلم اكسترنال يبقى الكاستمر نفسه سواء بقى الدكتور او انت رايح للصيدلي او غيره. وبعدين علشان تبقى بروفيشنال كل لازم تكون عامل حساب كل بعد من الابعاد اللي احنا اتكلمنا عليها، وتزود عليها ابعاد تانية تتكلم على الفيدباك، ان انت لازم تجيت الفيدباك بشكل جيد. تاني حاجه او يمكن السادس حاجه بنتكلم عليها هو الكونتكست، السياق اللي انت بتتكلم فيه لازم تاخد بالك منه. طيب من اللي انا شفته في اللي حضرتك عرضته، كنت بتتكلم على الانفايرومنت، يعني طريقه عرض المسج بتختلف من مكان لمكان، بالظبط؟ صح كده؟ ممكن توضح لنا اكتر؟ الانفايرومنت هي اللي بتكمل الكونتكست او بتديك احساس الكونتكست. في الشركات بتحط الكودز بتاعت الفاليوز والبرنسبلز اللي هي الاسكس، البيزنس اسكس، تلاقيها موجوده في الحيطه، الاوفيسز بتبقى مريحه ليها شكل بروفيشنال. مفيش شركه بتاخد الهيد اوفيس بتاعها على البحر مثلا، لان البحر المفروض ان هو للانترتينمنت مش للشغل. الشركات لما بتيجي تعمل السايكل ميتنج للهدف منها تو موتيفيت الناس، في الحاله دي بتاخدهم في فندق في مكان كويس عشان الانفايرمنت تكون مهيئه للموتيفيشنال مسج اللي هم هيقولوها، وفي نفس الوقت تو مينتين البيزنس انفايرمنت، فبتحاول تعمل البالانس ده. برضو في نفس الوقت على النقيض، المستشفيات والعيادات بتلاقي الاجواء او الجو كله مهيئ لراحه المريض، وسواء بيبقى فيه بروشور او بوستر للجسم او لللنج لو الدكتور دكتور تشيست،
ويبقى فيه ماتيريال محطوطة علشان المريض يقدر ياخد معلومات وهو قاعد، فده بيحسسك ان هو في ايه، في جو عيادة او في جو مستشفى. المحامي نفس القصة، بتلاقي حاجات ليها علاقة بالمحاماة، فهو ده الانفايرمنت. الانفايرمنت بيهيئ الريسيفرز للمسج اللي هيقولها السندر. خلي بالك الدكتور كوميونيكيتور برضو، بيتعامل مع مريض وبيقنعه بحالته وبيقنعه بالبروتوكول اللي يمشي عليه عشان صحته والأدوية، فلازم يكون الكونتكست واضح والانفايرمنت تساعد تهيئة الكونتكست ده. لأن دي مهمة، يعني انت لو راجل بتعمل مسج، يعني انا مثلا البروشورز وابداعات البروشورز، يعني الماركتنج ديبارتمنت هو يبدع، بس خلي بالك انت بتشتغل في ميديكال فيلد، يعني في حدود للابداع، يعني فاهمني؟ انت مش بتعمل اعلان لبيبسي، انت بتعمل اعلان، يعني بتعمل كوميونيكيشن لبرودكت ميديكيشن، فالبروشور والكونسبت اللي على البروشور لازم تكون ان ا جود تيست، وتكون ليها علاقه بالكونتكست بتاع الريليشن ما بين شركه الدواء والدكتور والدكتور والمريض. اوكي تمام كده. يعني برضو عشان نعمل برضو يعني انتربريتيشن او اسقاط الكلام اللي احنا بنقوله ده على شغلنا، اختيار الانفايرمنت ده مهم جدا عشان تعرف توصل المسج ان ا بروبر واي. يعني كوريكت مي اف اي رونج، يعني يا دكتور محمد، لو انا مثلا ميديكال ريب او بتكلم او انا في الفيلد بعمل اكتيفيتي معينه، ان انا اوصل المسج للدكتور دوت في العياده غير ان انا اوصلها له في المستشفى لو هو شغال في المستشفى، او غير ان انا اوصلها له في ار تي دي، ان انا انفايت هيم لار تي دي او جروب ميتنج او ستاند الون او غيره، اوصل له المسج. فالانفايرمنت نفسها اختيارها بيوصلني للاوبجكتيف بشكل افضل، صح كده؟ صح كده. وعشان برضو أأكد لك على البوينت دي، شركات المالتي ناشونال عامة بره يعني وفي مصر مثلا، بقى ممنوع إن الشركة أو مندوب الشركة يعمل جروب ميتنج لدكاترة في ريزورت، وده كان كود للميدل إيست، لأن الدكتور بيروح الريزورت وهو مهيأ للإنترتينمنت مش لل ان هو يسمع كلام ميديكالي. تمام، دي برضو من الحاجات اللي الشركات المالتي ناشونال بالنسبه لها يعني بتعمله، وبقى في الكود اوف كوندكت بتاعها. حلو. طيب يعني ده سابع ارم، كنا بنتكلم على الانفايرمنت وطريقه اختياره وغيره. اخيرا في الارمز اللي كنا بنتكلم عليها هو الانترفيرنس، حضرتك ذكرتها في وسط السيشن، هي مهمه موضوع الانترفيرنس دوت في الكوميونيكيشن. طبعا، تخيل انت بتتكلم وفي صوت عربيات ودوشه وناس بتتكلم بعض، هل حد هيسمع؟ هيبقى مركز معاك؟ ده انترفيرنس، ده الموست كومن انترفيرنس. بس انا هقول لك على انترفيرنس تاني، وهو ده اللي انا حاطه في السلايد برزنتيشن، اللي هو سايكولوجيكال نويز، اللي هو انا بكلمك بس انت قاعد تفكر هترد عليا ازاي، فانت مش بتسمعني، فاهمني؟ انت قاعد في البيزنس ميتينج، مديرك بيتكلم، وانت عندك assumption، انا عارف هو هيقول ايه، وانا هحرجه في اخر الميتينج، وعمال تفكر وترتب انت هتقول ايه، وانت مش مركز معاه اصلا، فده psychological noise. وعشان كده احنا دايما بنقول ايه، الattitude، positive attitude، respect، good team spirit، لو ده موجود فانت رايح ريسبكتنج مديرك او ريسبكتنج زميلك، مفيش الانترنال كومبيتيشن اللي هي ان هيلثي، النيجاتيف اتيتيود اللي يخليك بتفكر ازاي ترد على المدير او تحرجه او تقول ان هو غلط او مع زميلك، او ان انت بتفكر في اللي بعد اللي هيتقال وانت مش مركز في اللي هيتقال، فدي سايكولوجيكال نويز. وده الجود كوميونيكيتور برضو عليه دور ان هو يقلل السايكولوجيكال نويز دي. انا دي ذكرتها لان دي اهم واحده، في حاجه كلنا متعرفين عليها، ان واحد يخبط ويخش او تليفون او بتاع، فدي خلاص احنا عارفينها، ان انت بتخش التليفون سايلنت لكن في حاجات الجود كوميونيكيتور المفروض يعملها علشان يتاكد الناس مركزه معاه. لو انت انت ليك الابر هاند او انت المانجر، فانت ممكن لما حد يتكلم تقول له بوضوح، لو سمحت احنا وان ميتنج، ما فيش داعي للسايد توكس، صح كده؟
وممكن تسكت يعني لو انت بير تو بير او مع دكاتره لما تلاقي ان في نويز تبتدي انت تسكت. لما تسكت هما هيحسوا بايه؟ ان في حاجه اب نورمال، فالطبيعي ان هما بيسكتوا. صح يعني هنا في السيلينج سكيلز برضه بتتقال سبيشالي في عند الدكتورز، يعني النويز نفسها ممكن يكون ان الدكتور نفسه مشغول بحاجه وانت بتقول الكول، فهنا لازم تسكت، ده انترفيرنس. صح كده، وهو اساسا انا يعني الاحسن ان انت تسال الدكتور، حضرتك يا دكتور فاضي؟ اقدر اخد من وقت حضرتك 5 دقائق؟ تمام، عشان تكون فيرم الموضوع. وبرده احد طرق الانجيجمنت الاي كونتاكت، ودي اللي قلناها في البادي لانجوج والتون اوف فويس اللي هو البوز اوف باور. تمام، دي بتخلي الناس انجيجت معاك. وطبعا الاسئله، يعني انت ممكن في النص تسال او ايه رايكم، او الصور الذهنيه، ان انت تدي صوره تخلي الناس تفكر معاك، او ان انت تكون كونفيدنت وكاريزماتيك فالناس مركزه معاك. تمام، ممكن يكون واحد او اتنين ممكن بطريقه ظريفه تدخلهم في الدسكشن بسؤال او بهنت او بان انت حتى تسكت، دي من احد الطرق. السايكولوجيكال نويز دي مهمه جدا، ودور الجود كوميونيكيتور انه يحط الكونتكست فريندلي. تاني بنتكلم عن الكونتكست فريندلي، وحسب السيتويشن والبيربس اوف ذا كوميونيكيشن بيختار الانفايرمنت. كتير قوي للبروفيشنال مانجر، ان هو لما يبقى فيه شويه هيت في الشغل انه يعزم التيم على افطار بره. خلي بالك احنا اتفقنا ان انت طالما مع مديرك وتيمك فانت ان بزنس، مش معنى احنا رحنا اكلنا حاجه بره فاحنا بنهزر او ان احنا بنتكلم في حاجه بره الشغل. احنا ممكن نروح ناكل او نقعد في حته، بيبقى الهدف من الجود مانجر ان هو يطلعك بره التنشن ونقعد في مكان تاني عشان الجو يكون فريندلي، ونقلل السايكولوجيكال انترفيرنس، ونخلي الكونتكست والانفايرمنت ايه بوزيتيف. حلو. تمام، يعني اشكرك يا دكتور محمد على ان احنا اتكلمنا على الـ الـ 8 arms دول. الحقيقه يا شباب انا عايز اقول لكم برضو احنا رغم انه يعني السيشن معلش وانه انها عدينا ساعه، لكن انا عايز اقول لكم خلال الساعه ديت واتكلمنا في معلومات يمكن كتير من حضراتكم انا شخصيا يمكن في حاجات اول مره اتعرض لها، لكن عايز اقول لكم ان احنا لسه ما اتكلمناش في الشغل بقى اللي هو البراكتيكال القوي. كل اللي فات ده كان ديفينيشن. خلينا نتكلم معلش يا دكتور محمد بقى، خلينا نقول برضو لكل الناس يعني ورقة وقلم ومعانا يا دكاترة، وخلينا نسأل دكتور محمد على طول، قولي لنا الطريقة والسكيم والطبخة كده اللي احنا نقدم بيها المسج في البزنس، قولي لنا كده ازاي نعملها ازاي، وبعدها على طول قولي لنا بقى تركيبة المسج نفسها وازاي نقولها بشكل بروبر. يعني خلينا نتكلم الاول على البيزنس مسج وطريقه قولها زي ما بيقول. تمام، احنا قلنا ان الكوميونيكيشن دي حاجه طبيعيه، كل الناس بتعمل كوميونيكيشن، واحنا هنا بنتكلم على البروفيشنال كوميونيكيشن او البروفيشنال كوميونيكيتور، وان هو لازم يكونسيدر الايت اسبيكت بتاعه الكوميونيكيشن كومبوننت وهو بيعمل بلاننج للمسج بتاعته اللي احنا اتكلمنا عليه، منها الفيدباك ومنها الكونتكست والانفايرمنت وايفن حتى الديستراكشن او الانترفيرنس. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على البيزنس مسج. البيزنس مسج ليها تشيك ليست، هم حوالي 12، احنا هنريحهم كده بحيث ان هم يكونوا يعني نقدر نفهمهم بسهوله. الجنرال بيربس غير السبيسيفيك بيربس، الهدف العام غير الهدف المحدد للميتنج. احنا بنعمل مثلا كوارترلي بزنس ريفيو، الهدف العام ان هو كوارتر بزنس ريفيو بنشوف البرفورمانس عامل ايه، بس السبيسيفيك اوبجكتيف لكل ميتنج بيختلف من تيم لتيم. في تيم محقق وفي تيم مش محقق. التيم المحقق بيبقى جاي وهو بيعرض الداتا بتاعته وبيبقى براود جدا، ممكن يكون عنده هدف رئيسي او سبيسيفيك ان هو يبقى ريكوجنايز، ممكن يكون هدف يقول انا محتاج ريسورسز اكتر. تمام، ممكن الهدف ان هو جاي علشان يكرم بعض الناس الجود كونتريبيوتر الميتنج، فده السبيسيفيك بيربز. طيب على الناحيه الثانيه التيم اللي هو كان عنده شويه تشالنجز
هنيجي نتكلم ان دايما البيزنس مسج شود بي بوزيتيف. طب انت عندك بيزنس في تشالنج عامل 80% او 70% من الاوبجكتيف بتاعك، ازاي هتيجي بوزيتيف؟ هتيجي بوزيتيف بالبوزيتيف اتيتيود، ان انت جاي عارف المشكله، عارف اسبابها. هو الاوبجكتيف جنرال بزنس ريفيو اللي سبيسيفيك، ان انا جاي اعرض التشالنجز اللي قابلتني واعرض حلولها باكشن ديتيل والاينمنت مع التيم. فهنا انت حسب السيتويشن بتحدد الايه السبيسيفيك بيربز. لازم طبعا تكون متاكد ان الهدف بتاعك ده رياليستيك، يعني انا جاي اتكلم على اكشن وعلى سوليوشن، لكن اكيد مش من الحلول ان انا عين ضعف عدد المندوبين اللي موجود. اذا كنت انت شغال بقالك كام سنه ب10 مندوبين او بريسورسز معينه، هل هينفع عشان انت ما جبتش التارجت بتاعك تيجي تقول لي انا عايز اعين 20 زياده عن ال10؟ طبعا unrealistic. لازم يكون الهدف يكون ايه realistic. اللي بيعرض يعني برضو الكريديبيليتي بتاعت اللي بيعرض، مش عشان المانجر هو اللي لازم يعرض، ممكن يكون big manager لكن الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته محتاجه امبروفمنت، وده مش عيب على فكره. الليدر اللي بيعرف امكانياته وبيعرف امكانيات التيم اللي معاه وبيقدر يالوكيت الريسورسز دي ان احسن ان ذا بيست واي. فممكن في الحاله دي يكون التيم كان عنده مشاكل، لكن في واحد قريته محققه، فهنقول والله احنا هنخلي عبد الرحمن هو اللي يعرض ان اور بيهاف، ممكن المانجر يعمل انترودكشن والباقي يكمل، بحيث الكريديبيلتي هنا تكون ايه اعلى. فمفيش مشكله خالص، بس هو لازم احنا كناس بروفيشنال نفهم ان انت ممكن تغير السورس طالما يخدم الايه البيربس بتاعك. دي مهمه، البوينت دي مهمه جدا، يعني عشان حتى المانجرز والليدرز يعتبروا بالفكره ان هي اتس نوت وان مان شو. احنا كلنا في اندستري النجاح كله اتس تيم ايفورت، ولازم يكون ده المايند سيت بتاعت الناس. طبعا احنا قلنا ان المسج لازم تكون بوزيتيف في الـ في الـ في الـ في البيزنس ميديا. طيب الاودينس، احيان كتير انت ممكن تكون في البيزنس بتاعك بتتكلم مع فاينانس، فانت الفاينانس هو ستيك هولدر معاك ودوره مهم، ولازم يفهم انت بتعمل ايه عشان يعمل لك السبورت اللي مطلوب منه. طيب ما ينفعش انت تيجي تقول له بقى ايه انا السلايد او المسج كلها اتش سي بيز و اي اللي هي ادفيرس ايفنتس، هو مش يعني هو معلش هو راجل فاينانس. فانت لازم تخلي بالك الاودينس الليفل اوف نولوجي بتاعتهم شكلها عامل ازاي، وما تستخدمش ترمينولوجي او بيسموها الجارجونز اللي هو مش فاهمها، لان انت مش الهدف ان انت تروح بسهوله او تعمل مسج باستسهال. لا، انت المفروض تعمل المسج وانت عارف الاودينس الليفل اوف اويرنس بتاعهم شكله عامل ازاي. تمام. برضو عددهم، الباك جراوند بتاعهم. طبعا في البروفيشنال كوميونيكيشن انت بيبقى عندك مفروض كونسايز مسج، لكن مفيش ما يمنع ان انت تكون برو اكتيف وتانتسيبيت الريسبونس بتاع الاودينس وتكون محضر بنسميها الباك اب سلايد. يعني هقول ايه، انا والله انا مش هقدر اتكلم بالتفاصيل على الاكونت الفلاني او المستشفى الفلانيه، انا هذكرها ك one figure or one line في السلايد بتاعتي، بس ممكن انا متوقع ان عبد الرحمن هيسالني على دي، لان دي هو انا عارف ان هو عارف ان هي مهمه، فانا هحطها لاين، لكن هعمل لها مثلا 3 باك اب سلايدز في الاخر. لو سالني عبد الرحمن انا هقول له اديني بس ارجع للباك اب سلايدز واهندل الايه الريسبونس بتاعك. فهنا تو انتسيبيت الريسبونس ده مهم جدا في ال 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 البروفيشنال بزنس مسج. طبعا لازم تكون متاكد ان الانفورميشن كلها اكيوريت وايثيكال وسوليد. يعني لما بتستخدم الاي ام اس داتا، يعني انا هديكم برضو مثال احنا شفناها من التعامل مع الاجانب. الريجنال مانجر يجي الميتنج بيشوف البرزنتيشن اللي انت بتعملها، يعني بنعرض نطلع نعرض عنده قصاده يعني الداتا بتاعت الاي ام اس والماركت شير والرانك والبوزيشن، بس بنتفاجئ ان هو عنده ماركتنج تيم، الماركتنج تيم بتاعه محضر له نفس الداتا. تمام. عشان ما حدش يقول انا الماركت شير بتاعي 10% وهو اكشوالي 9، فهو الراجل اللي جاي ده في حد عامل له بريبريشن ويقدر ايه تو تشيك اذا كنت انت الداتا بتاعتك اكيوريت وسوليد
ولا سوري يعني تمام. مضروبه يعني. فهنا الايثكس وبيسموها الريسبكت والترانسبيرنس فيري امبورتنت. حلو يعني 12 بوينتس يعني تو بي كونسيدرد وكل الناس بتتعامل في البيزنس مهم ان انت يعني ممكن ما تقدرش تلم بكل البوينتس دي، بس عايز اقول لك ان هي تريكس تاخد بالك منها وانت بتوصل المسج بتاعك. عايز اقول لكم تاني يا شباب، احنا هنتكلم النهارده سريعا برضو على ازاي، لان كلنا بنعمل برزنتيشنز المفروض، سواء الميديكال ريبز او الفيل فورس او الماركتنج، كل الناس بتعمل برزنتيشن. فهنعرض تيبس اند تريكس برضو ازاي ان انت تعرض البرزنتيشن دي. هي دي اهم حاجه يعني، اكشلي دي اهم حاجه هنعرضها في الاخر. بس خلينا قبلها نعرف بس ازاي تصيغ المسج بشكل صحيح. اتفضل. تمام. زي ما اتكلمنا على الايد كومبوننتس، انا هنا بقول لكم ان في دايمنشنز برضو زياده للمسج. يعني معظمنا بيخش المسج بالانترودكشن، انترودكشن وبادي وكونكلوجن، لكن في حاجه مهمه جدا اللي هي الاتنشن ستيتمنت. الاتنشن ستيتمنت دي مهمه جدا، دي الحاجه اللي بتخلي الريسيفر يركز معاك. تمام. بعدين تيجي الانترودكشن، وبعدين البادي الكور مسج، وبعدين كونكلوجن، وبعدين برضو حاجه يعني حتى احنا بنعملها كميديكال ريبس اللي هي الريزيديوال مسج، التيك هوم مسج. تمام. دول برضو 5 دايمنشن للمسج، لو هي احنا عايزينها تبقى بروفيشنال لازم نراعي فيها ايه الخمس دايمنشن دول. يعني اتنشن ستيتمنت هنا وعايزين نتكلم عنها. الاتنشن ستيتمنت الاجانب بيسموها واتس نيت فور مي، انت عايز مني ايه؟ انا هستفيد ايه الاخر كده، انا هستفيد ايه؟ طيب اهميه الاتنشن ستيتمنت، ان في كده موديل اسمه ايدا موديل، اللي هو اتنشن بيجين انترست، الانترست كان بي ترانسفير تو ديزاير ذن انتو اكشن. تمام. لما اجي اقول لك انا النهارده هكلمك ازاي توفر 1000 جنيه من الديلي كونسامشن بتاعك او الاكسبنسز بتاعتك، انت كده هتبقى ايه ركز معايا اكتر، لان ال1000 جنيه دي انا رقم كويس يعني فاهم، فانت كده اخذت الانتباه بتاعك. تمام. النهارده احنا اتكلمنا على ايه؟ احنا اتكلمنا على الكوميونيكيشن، وليه الكوميونيكيشن مهم في الكارير بتاعنا من الميديكال ريب للجي ام تو جين الانترست. تمام. فهنا الانتر لو انت بتكتب ميل السبجكت، لو انت بروفيشنال هتكتب في السبجكت طريقه تكون تو جين الانترست بتاع الشخص اللي انت بعته ان هو يقرا بقيه الميل. حلو. يبقى اول حاجه في المسج ايا إن كان انت هتوصلها ازاي، هي ان انت توجيت الاتنشن بتاع الريسيفر، سواء بقى هتروح بالزبط. للدكتور او المديرك او وات ايفر، يعني هتروح للدكتور هتكلمه عن المنتج دايركتلي كده على طول اللي هو البودي او الانترودكشن، ولا تجيت الاتنشن بتاعه بكلمه عارف اللي هو ترميها له علشان يلتفت انتباهه ليك. طيب بالظبط. يعني انا هقول لك حاجه. اتفضل. يعني انت ممكن تروح للدكتور في العادي، دلوقتي بقى البروتوكول ان انت تتكلم على البيشنت، بس انت لو انت عندك فيدباك كويس من الصيدلي او من المستشفى عن البراكتس بتاع الدكتور، انت ممكن تخش للدكتور وتقول له يا دكتور انا سمعت ان في حاله سودوموناس في المستشفى، انا عندي حل ليك. اوكي. تمام. ده تو جين اتنشن. يا دكتور السودوموناس اللي موجود الايام دي او السارس اللي موجود الايام دي معاه حالات مثلا ام ار اس اي، وانا عندي حل ليه. فانت بتاخد الاتنشن بتاعه على طول. تمام. لو مثلا انت معاك حاجه جديده وعارف ان المستشفى دي او الكلينك دي عانت من مشكله مثلا بليدنج، وانت عندك بلاستر الجديد ده اللي هو بيعمل البليدنج، بيوقف البليدنج على طول، فانت بتربط بحاله كونتمبرري هو لمسها ونيد عنده، فهنا انت بتاخد الاتنشن بتاعه على طول، هيقول لك ايه انا هقضي نفسي ليك وانا معاك. حلو. غير لما تيجي تقول له طيب انا جاي اكلمك النهارده على منتج من شركه اكس، ممكن ما يبقاش مهتم. حلو. طيب من الخمسه ايتمز يعني قلنا الاول اتنشن ستيتمنت، ليه ما بندخلش في البودي على طول؟ ليه بنتكلم في انترودكشن؟ ممكن حضرتك توضح لنا؟ الانترودكشن هي الدخله بتاعتك، هتغطي ايه التوبيك، انت هتتكلم في الفريم بتاعك ايه. ممكن تقول ان انا النهارده هتكلم على ست حاجات كذا وكذا وكذا وكذا، دي برضو بتهيئ الناس للايه للاوبجكتيف بتاع المسج بتاعتك.
ممكن نعتبرها ليه سامري مثلا في الاول خالص. الموضوع هي سامري بهيدلاينز، ليه الموضوع بتاع النهارده ده مهم او هنغطي فيه ايه. يعني انا كلمتك على حل المشكله اللي عندك، انا هحل لك المشكله، بس هحلها ازاي؟ هحلها ان انا هعرض لك منتج جديد بالطريقه كامله، وحتى الاستاف اللي هيدوا تريننج للنيرس مثلا موجودين. فانت كده بتريحه، بتدي له الايه السكوب بتاع احنا هنعمل ايه في ال10 دقائق الجايين، فاهم؟ فهو على او ممكن تقول له انا محتاج منك 10 دقائق عشان اخلص الموضوع ده، لان انا هتكلم في كذا وكذا وكذا. فده انترودكشن. انترودكشن مثلا بتاعتنا النهارده كان الكوتس بتاعت سقراط، دي كانت الانترودكشن اللي احنا هنتكلم فيها، وبعدين كان دخلنا في التفاصيل. حلو قوي. طيب بعدها البودي، الاساس بقى اللي انت جاي تتكلم عنه. تمام. البودي او الكور مسج، انت بقى بتتكلم على كل اللي انت عايز تقوله. فهو هنا بقى في كذا كذا تكنيك مهم. اتكلم زي ما انت عايز، بس وانت بتتكلم راعي ترانزيشنز، راعي اللينك. وده اللي انت كنت بتعمله النهارده يا عبد الرحمن في كمودريتور، بتعمل اللينك ما بين البارت بتاعت المسج. في كذا تكنيك للترانزيشن، في الفانل تكنيك اللي احنا جايين من صوره كبيره ونازلين على الموضوع اللي هنتكلم فيه، فبنيجي للصوره الكبيره وبعدين بنختصر لحد ما نوصل للاريا بتاعتنا او البوينت بتاعنا اللي هنتكلم فيه. وده الفانل تكنيك. في البازل تكنيك اللي هو يا جماعه احنا النهارده هنتكلم على موضوع، الموضوع ده يتغطى في 8 ابعاد. تمام. البعد الاولاني، البعد الثاني، البعد الثالث، وناخد الثمانيه مع بعض. ده البازل تكنيك. وفي الكوز اند افكت تكنيك، الاكشن الفلاني هيؤدي الى كذا، السيتويشن الفلاني بيؤدي الى كذا، عملنا سوات اناليسيز اهي، الامبليكيشنز بتاعتها كذا. تمام. لازم يكون في ترانزيشن، اذروايز المسج هتكون باراجراف يعني مكتوب ما فيش لينك، ما فيش، مش عارفين نوصل هو ايه الموضوع، فاهم؟ يس. فاحنا بنبتديها بايه؟ اتنشن، انترودكشن، كور مسج. الكور مسج يكون مترابطه ايذر بازل اور فانل او كوز افكت. تمام. ويكون الترانزيشن ما بين الحاجات دي واضحه، فيرست ايتم، سكند، ثيرد، فاينلي، فاهمني؟ فانت كده بتربط الدنيا ببعض. حلو قوي. طيب يبقى احنا كده بنتكلم عن المسج ستراكشر سريعا. احنا قلنا تو جيت الاتنشن بتاع الريسيفر بمسج او كلمه او ستيتمنت بسيطه تخليه ان هو ينتبه لك فورا، وبعدين تدخل على الانترودكشن، انا جاي اكلمك النهارده او جاي اكلمكم النهارده لو انت مثلا في بزنس ريفيو او غيره، جاي اكلمكم عن 1 2 3، وبعدين تدخل في البودي او البادي، والبادي ده لازم يكون فيه ترانزيشنز عشان الناس تو جيت او تو جيت تفهم انت بتتكلم في ايه. وبس كده وتسيبهم وتمشي ولا هنعمل ايه؟ لا، هنخش على الكونكلوجن بقى. انت حطيت الارجيومنتس بتاعتك، البوينتس، ال10 بوينتس، وبعدين الكونكلوجن، انت عايز تقول ايه اصلا؟ لازم تجهزهم ان انت هتكونكلود. ممكن تقول and because of that we will do، عشان كده احنا هنوصل للخطوه دي، عشان كده احنا لازم نعمل كذا، عشان احنا عايزين نبقى بروفيشنال كوميونيكيتور احنا كان لازم ناخد الثمان خطوات ونكونسيدر التشيك ليست بتاعه البيزنس مسج، ونعرف الاستراكشر بتاع المسج عشان نكون بروفيشنال كوميونيكيتور، لان الكوميونيكيشن اسينشال ان اور اندستري او ان اور كارير. ده كونكلوجن. حلو قوي. يعني هو اوكي، يعني احنا بنتكلم ان هو قبل البودي وبعد البودي في انترودكشن وفي كونكلوجن، عامله زي الساندوتش كده، ساندوتش تكنيك. أيوة. اللي احنا بنسمع عنه كتير، انه قبل البودي في سامري يعني او انترودكشن زي ما قال طبعا دكتور محمد، وبعدها لازم تقول الكونكلوجن عشان الناس تكون معاك وتالاين معاك. بس كده خلاص ولا في حاجه ثانيه في المسج؟ في الريزيدوال مسج او التيك هوم مسج. التيك هوم مسج دي a message or thought that stays with your audience well after the communication is finished. What I want my audience to remember. ايه الكونكلوجن بقى؟ مش الكونكلوجن اللي انا قلته، لا، اللي هو هيعلم معاه ويفتكره على طول. هل هي تكلم حتى ارق؟ هل هي الفكره دي؟ لو دي تبقى كويس جدا. هل هي الثمانيه كومبوننتس؟ هل هي اهميه البيزنس للكوميونيكيشن للبيزنس؟ ده الريزيديوال.
في الديلي لان العقل الباطن دايما بيريكول اخر حاجه هو سمعها او شافها بالظبط كده. فدي بتبقى يعني الاوبجكتيف الرئيسي. مثلا في البيزنس كولز الاسكينج فور بزنس ده الهدف اساسا. انت رايح تعمل كول عشان تاخد من الدكتور كوميتمنت واسكينج فور بزنس، فبتعمل له السمري السريع وتعمله لينك مع البيشنت وتقول له بالظبط انا عايزك تكتب الدواء بتاعي في ايه، ما انا حكيت لك الحكايه كلها، بس هل فين بقى في الحته دي، في اليو تي اي سيمبل ولا كومبليكيتد؟ هو المنتج ينفع في كله، بس انت هنا بتتكلم على ايه النهارده. تمام. مثلا في البيزنس ميتنج او في الاوبريشنال ديسكشنز التو دو ليست، مين هيعمل ايه امتى، ده اللي انا لو انا مانجر ده اللي انا عايز اوصله. احنا قعدنا قلنا السيتويشن والسوات والاستراتيجيك والدايركشن والبوزيشننج، لكن في الاخر انا قاعد مع التيم 10 وكل واحد فيهم مفروض يعمل حاجه معينه، فهي تو دو ليست دي الايه الفاينل. الو الو تمام يا دكتور محمد. ما اعرفش الصوت قطع من عندي ولا من عندك. لا الكونكشن عندي فيه مشكله. طيب تمام. احنا كده يعني عشان برضو نعلم مع بعض يا شباب، احنا كده اتكلمنا على 8 ارمز بتاعت الكوميونيكيشن، سورس والمسج والشانل والريسيفر، واتكلمنا على الفيدباك والكونتكست والانفايرمنت والانترفيرنس، وبعدين قلنا 12 نقطه لازم تو بي كونسيدرد واحنا بنوصل المسج في البيزنس، واتكلمنا على المسج نفسها بتتكون من ايه، لازم لما تروح عند الكاستمر او ان انت جوه في الشركه او وات ايفر مكانك وايا إن كان انت بتقول ايه، يبقى لازم تعمل اتنشن وتجيت عشان الناس تنتبه ليك، وبعدين تقول الانترودكشن المسج اللي انت عايز توصلها، وبعدين تقول البودي بقى انت عايز تقول ايه النهارده، وفي الاخر خالص تقول الكونكلوجن، ولازم في الاخر خالص عشان زي ما قلنا برضو انه المخ بيفتكر اخر حاجه اتقالت له او شافها، فلازم تقول التيك هوم مسج او ريزيدوال مسج. النهارده بقى عايزين نقول مثال سريع كده دكتور محمد للبرزنتيشن، لان كلنا بنشتغل برزنتيشن، فايه هي الاليمنتس بتاعت البيزنس سلايد برزنتيشن؟ اتفضل. تمام. دي من الحاجات اللي انا يعني مهتم بيها جدا، شكل السلايد برزنتيشن. انت في احيان كتير انت بتبعت لمديرك او بتبعت للتيم اللي شغال معاك البلان او البروفيشنال بلان، وبتبقى انا يعني شفت حاجات كانت محتاجه امبروفمنت جامد، لان هي السلايد برزنتيشن كان اكت از ا شانل، لكن هي في اوقات بتبقى هي نفسها المسج، فاحنا وي هاف تو تيك كير اوف. في هنا انا يعني مشاير معاكم 3 اكزامبل للاستراكشر بتاع السلايد ازاي نقسمها. اللوجو على اليمين في الطرف اللي فوق، ولوجو على الشمال طرف اللي تحت. تمام. لازم ندي مكان للريفرنس، الريفرنس بتاع السلايدز دي او الداتا دي، هل دي داتا من السيلز، من الفاينانس، من السيلز ريبورت، بتتحط عشان ممكن تتسأل ولازم يكون مكتوب للكريديبيلتي وحتى عشان انت تفتكر. صح. تمام. طيب وبعدين الحته اللي فوق دي، الحته اللي فوق دي اللي هي كي اوف ذا سلايد، اللي جنب اللوجو واللي هي الهيدر يعني اللي فوق، الهيدر دي بنحط فيها الكي مسج، الكي مسج او التيك هوم مسج من السلايد. انا عايز اقول ايه في السلايدز دي، انا كبريزنتر او انا كسنتر، الكل اللي تحت ده بيؤدي الى ايه. تمام. بعدين المربعين اللي في النص دول ممكن ياخدوا شكل مربعين كده، او ممكن يبقى كبير في او ممكن يبقى واحده بس يعني، او ممكن تبقى جراف في النص وعلى الجنب كلام. دي اللي هو الجراف او الصوره او النمبرز والارجيومنت او البوليتس بتاعه الحاجات دي اللي هي احنا هنشوف يعني دكتور محمد بنطلع البرزنتيشن بامثله يعني. وتحت الكونكلوجن، الكونكلوجن
بتاع الكلام اللي فوق. طب ايه الفرق بين الكي مسج اوف ذا سلايد والكونكلوجن؟ الكونكلوجن هو الاوبجكتيف مينينج من الجراف والبوليتس. الكي مسج هو التيك هوم مسج او بيبقى فيها جزء ايموشنال شويه. فهنا الكونكلوجن ده اللي هو الجراف ده بيقول ايه؟ بيقول ان انت محقق التارجت، لكن في كي مسج ان انت جود بيرفورمر. فاهم الفرق؟ انت محقق التارجت لكن انت جود بيرفورمر، وممكن تكون محقق التارجت لكن انت جرو بلو ذا ماركت. يعني دي حاجه ودي حاجه. فهو هنا كي مسج غير الكونكلوجن. طيب ده شكل لتقسيمه السلايد. في شكل تاني ان انت تحط الالستريشن او جراف في النص وتحط على الجنبين الكي بوينت اللي هي البوليتس، وبرده فوق الكي مسج وتحت الكونكلوجن مسج. وساعات بيبقى الداتا او الالستريشن كتير جدا، حجمها كبير فبتحطها، لكن لازم لازم الكي مسج تبقى فوق والكونكلوجن يبقى تحت. في ثلاث امثله ثابتين لازم لازم عشان السلايد تكون بروفيشنال سلايد. في الحاله الثالثه دي ممكن تحط ستارز على الارقام وعلى الجراف عشان تبين في الحاله دي بيبقى مثلا الجراف فيه مثلا 20 ايتم، فاي حد هيبص هيتوه منك. تمام. فانت لازم تساعده وتعمل له ستارز ان انت هتتكلم في دي، او الكونكلوجن والكي مسج دول مبنيين على الاربع ستارز اللي في ال20 اليمنت اللي موجودين في الجراف. تمام. امثله بقى. ده از استراكشر. نشوف امثله. انا هنا عامل مثالين. طبعا احنا اول ما بنشوف اول حاجه عيننا بتروح عليها ايه؟ الهيدلاين. انت بتروح للهيدلاين. جميل جدا. ممكن الناس تروح للجراف. الجراف لو الناس اناليتيكال وبيحب الارقام هيروح يبص على الجراف. صح كده. طيب لو احنا هنعرض الكلام او نقراه، احنا هنا بنتكلم على الاقتصاد المصري وحاطين البرفورمانس بتاع الاقتصاد المصري من سنه 2018 لسنه 2021 جي دي بي. تمام. النمبر واخدين السورس بتاعنا الانترناشنال مونيتري فاند. والكي مسج اللي انا عايز اقولها ان الايجيبت ايكونومي شوز بوزيتيف تراجكتوري سينس 2018 ويز بروميسنج اكسبكتيشن ان 2021 ديسبايد ذا دراستيك امباكت اوف كوفيد 19 بانديميك. طيب انا ليه جبت الكي مسج دي منين؟ طبعا الكي مسج دي اتس ا فاكت، ده حقيقي، وده الكي مسج اللي انا البروميس اللي انا بقوله للستيك هولدر او للبيزنس. احنا شغالين في الاندستري، فهل احنا شايفين ان الامباكت بتاع كوفيد في مصر هو سلبي بس ولا سلبي وفي بصيص امل؟ لا، هو في نيجاتيف امباكت لكن في بصيص امل. طب البصيص امل ده جه منين؟ جه من الاكسبكتيشن بتاعت الجي دي بي من انترناشنال مونيتري فاند لمصر في 2021 هي 6300 مليار جنيه مصري، وده البرسنتج تشينج عباره عن 3% على الماركت برايس وعلى الكونسيومر برايس 8%. ولو شفنا الكوست اللي انا اخدتها من الريبورت بتاع صندوق النقد الدولي، in the first half of 1920 real GDP increased by 5.6% supporting a steady decline in unemployment to 8%, while 12 month consumer price inflation showed to slowed to 5% in March from 14. وده كان حل الاقتصاد المصري قبل الكوب. Very healthy, very promising. Unemployment rate قل جامد. الانفليشن قل والجي دي بي حصل له جروث. جال كوفيد، وهنا بنقول ان الكوفيد هو كان global impact, global pandemic. والاقتصاد المصري اتأثر بيه سلبا. تمام؟ لكن السلبي ده هو من 6% ل2%. فهو سلبي عن 6% لكن still showing 2.8 growth. تمام. فهنا بقى الـ الصفحه دي عباره عن الكي مسج فوق ان الايجيبت ايكونومي از بروميسنج ديسبايت الامباكت، والبوليتس سبورتد باي الجراف اللي فيه الارقام بتواريخها بالبرسنتج، والكونكلوجن ان 2021 ايجيبت ايكونومي از اكسبكتد تو شو بوزيتيف جروث ديسبايت ذا دراستيك امباكت اوف كوفيد. هنا انا ما قلتش بقى، هنا انا قلت بس ان هو
الفاكت ان هو هيجرو باي 2.8% ديسبايت الامباكت بتاع الكوفيد. لكن في اللي فوق انا قلت ان هو بروميسنج اكسبكتيشن. البروميسنج دي فيها نوع من انواع الايه الايموشن. دي الايه الكي كونكلوجن بتاع السلايد. يعني رغم انه التكست كتير جدا لكن اتعرضت بشكل افكتيف انه انا اعرف اقراها ومفهومه بالظبط، والريفرنس موجود ابديتد، والارقام اللي عايز ارقام، لان الناس الاودينس في منهم عايز ارقام وفي منهم عايز ايموشن وفي منهم عايز فاكت، فانت مدي للناس كل حاجه. اوكي مثال تاني. ده مثال. مثال تاني لزمايلنا الماركتير اللي هم بيعملوا الفوركاست. هنا احنا بنتكلم على كيس اللي هي الاكنيبل جارس. برضو الكي مسج هنا الايجيبت ماركت is so attractive to anti-acne vulgaris products supported by 100 million population, high percentage of adolescents and the prevalence of acne vulgaris. دي الكي مسج. تمام؟ احنا بنقول ان السوق المصري هو سوق very attractive او مميز جدا لأدوية الحب الشباب، لان احنا عندنا 100 مليون بني ادم عايش في مصر ونسبة المراهقين او التينيجرز كتير. طب دي الكليم بتاعك، طب انت اديني بقى يعني فين الكلام ده. طيب جبنا food sources، جبنا من الورلد بوبوليشن ريفيو، جبنا عدد الشعب المصري والايج جروب بتاعه، طلعنا ان الادوليسنس عباره عن 15% من البوبوليشن ودول عاملين 15 مليون. من ريفرنس تاني ابديتد برضو، تمام، جبنا ال prevalence of acne vulgaris في مصر او worldwide كان كام؟ كان حوالي 85%. ضربنا 85% في ال 15 طلعنا 12.7 مليون، يعني حوالي 13 مليون مراهق او تينيجر في مصر عندهم لكن فده هنا رقم attractive جدا. واخدنا من الريفرنس بعض الداتا عشان نبين لو انت مش فاهم حب الشباب يعني ايه، او انت مش اوير بالامباكت بتاع حب الشباب، حطينا بعض المعلومات عن حب الشباب. الاكني فيرجاريس is the most common skin condition affecting adolescents across the globe. It is a chronic inflammatory disease. ده السيمتومز بتاعتها الكوميدونز والبابيولز بوستيولز نوديول سيست and up to scars. ممكن يسيب علامه، وهنا دي نقطه مهمه. الأكني فيرجاريس is extremely prevalent regardless socioeconomic status, sex, nationality due to androgen production during puberty. وهنا بنقول ان دي disease common وبيسيب علامات ولي symptoms وممكن up to انه يسيب prominent scars، وان هو ما بيتأثرش بالسوشيال كلاس، يعني كل البوبوليشن معرضين. تمام؟ ديفكتس من الستادز. طيب هنا بقى نرجع تاني للسلايد والاستراكشر بتاعها. ادي الارقام وادي الفاكت، ادي تحت الكونكلوجن اللي هو الكونكلوجن من الارقام والفاكت. الاكني فيرجاريس از ا كومن اند سيريس ديزيز افكتنج ذا ادوليسنس وذ ذا ريسك اوف ليفينج سكارز امونج اول ذا سوشيو ايكونوميك كلاسز. ده الكونكلوجن. والكي مسج ان الايجيبت ماركت از سو اتراكتيف للانتي اكني برودكت عشان ايه ال 100 مليون والبريفالنس و الهاي برسنتج اوف ادولسنتس. يعني انا عايز اقول لكم يا شباب انه احنا مش واخدين صور من على النت ولا حاجه. دكتور محمد هو اللي عامل التو سلايدز دول، فحقيقه انا بشكرك يا دكتور محمد على مجهودك الرائع. يعني هو عامل كل تفصيله في السلايد، يعني هو طبعا جايب الاستوديو وغيره وعامل الاستراكشر نفسه بنفسه عشان ناكد ان سهل جدا ان انت تقدر تنفذ ده طالما انت عارف الاستراكشر ازاي اللي هو يوصل بشكل بروفيشنال. تمام. وهنا انت مخاطب كل الناس، ارقام وايموشنز وفاكت، ومحطوطه بطريقه ستراكشرد ومريحه للعين. يعني الالوان برضو هنا انا عايزك تخلي بالك من الالوان اللي مستخدمه، ما تحطش فوشيا على احمر على اخضر، يعني حاول تخلي 3 4 الوان هي في الثيم بتاع السلايدز وكل الباقي من نفس الالوان. واعتقد هو الوقت باوربوينت بيريح الدنيا وبيعمل كده، لما بيلاقيك عامل الوان معينه بيسهل لك ويجيب لك الجراف نفس الالوان. فيا ريت بقى هو ريحك، ما تجيش بقى انت تعمل التكست وتقوم مجود بقى وحاطط احمر والباقي اخضر على ازرق، فالامور هتبقى ايه
يعني حاول نقلل على قد ما نقدر وتكون في كده شياكة في السلايد، يعني ده بتبقى مريحة للناس ومريحة ليك انت يعني. حلوة يعني، حقيقي بشكرك والله يا دكتور محمد، زي ما انت علمتنا بقى النهارده كده. الحقيقه انا شخصيا اتعلمت، اي هوب انه الشباب بيكونوا برضو اتعلموا. احنا خدنا في حاجه اسمها ريزيدوال مسج، في ريزيدوال مسج لليوم بتاع النهارده؟ اه طبعا يعني ده اكيد يعني ولازم. طيب ايه الكي مسج بتاعتنا النهارده؟ الجود كوميونيكيشن جارانتيز جود بزنس في جميع الاحوال. احنا بنتكلمنا على الاندستري بتاعتنا، بس انا اؤكد لكم ان ده في كل الاندستريز، حتى لو انت واقف في صيدليه لازم تكون جود كوميونيكيتور. فالجود كوميونيكيشن جارانتيز جود بزنس. كلير جول اند بريسايز بيربس انشور افيشنت كوميونيكيشن، لازم وانت بتتكلم تكون حاطط اهداف للكلام، ما ينفعش تكون بتتكلم وانت مش حاطط هدف للكلام، لان انت لما بتحط هدف للكلام بتراعي الثمانية دايمنشن اللي اتكلمنا عليهم وبتعمل لهم بلان وبتاخد بالك منهم، بتراعي التشيك ليست وبتراعي المسج نفسها بالايتم الخمسه اللي احنا اتكلمنا عليهم، الاتنشن والانترودكشن والبودي والكونكلوجن والريزيدوال مسج. ثالث حاجه السيستماتيك ابروتش ليز تو بروفيشنال اوتكم. لو انت مش تالنت او ما انتش يعني ميسي، لكن ممكن تكون كريستيانو. الفرق بين ميسي وكريستيانو ان كريستيانو عمل نفسه بالبراكتس وميسي موهوب، فالموهبه موجوده، لكن ده ما يمنعش ان الـ الشغل والسيستماتيك ابروتش يقدر يوصلك لدرجه من البروفيشناليتي عاليه. السلايدز زي ما قلنا كان سيرف از ا شانل، وبرده كان سيرف از ا يعني سندر، فعشان كده we should pay more attention to the slide. تمام انا يعني كده خلصت. حقيقي بشكرك يا دكتور محمد على السيشن الرائعه. انا بس معلش احنا طولنا عليكم يا شباب، بس هعرض بس سؤال او سؤالين منكم، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه، واستاذن برضو دكتور محمد لو احنا نبقى نجاوب عليه بعد السيشن ان شاء الله. داليا محمد بتقول هل في طريقه معينه اطلب بيها الفيدباك من اللي قدامي؟ يعني حسب السياق. اول حاجه ايه راي حضرتك في الكلام اللي احنا قلناه؟ ايه راي انتم موافقيني على الاكشن ده؟ تمام. فالاسئله يا اما اوبن اند يا اما كلوز اند. ايه رايكم على الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي؟ تمام، ده طريقه مفتوحه. او احنا كده يا جماعه اتفقنا، خلاص اتفقنا ان بكره هنعمل كذا كذا كذا، كوميتمنت بقى. فهتلاقي واحد يقول لك لا والله انا معلش انا عندي كونسرت. اوكي تمام. سؤال تاني واخير لو سمحت، ده معتز، لو سمحت يا دكتور لو ببعت مسج على الواتساب للدكتور وعايز اكلمه عن البرودكت بشكل بروفيشنال وغير ممل، المسج تكون ازاي؟ هو اول حاجه لازم تتاكد ان الدكتور بيرسيفد الواتساب از شانل للكلام، يعني هو ممكن يكون هو معترض عليها، فلو هو اوكي معاه بتعمل له از ايميل، يعني هي رساله واحده. انا طبعا ما جربتهاش، بس هي انت ساعتها هتطبق عليها المسج، بس المسج اللي هي اتنشن وانترودكشن بس. انا مش متصور ان الواتساب از جود يعني ميديا للاندستري بتاعتنا، لكن ممكن الشركه تجهز فيديو او تجهز حاجه على الانترنت او بيج، وتقدر تخاطب الدكاتره عن طريقها، هتبقى مور يعني ابروبريت للحاجات اللي احنا بنشتغل. يعني احنا كده خلصنا يا شباب، يعني اي هوب ان احنا فعلا دكتور محمد قدر يفيدكم. انا عن نفسي استفدت، اي هوب ان انتم تكونوا استفدتوا. انا بشكرك يا دكتور محمد. والله انا اللي متشكر، شكرا لكم وسهرناكم معلش، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله 2021 تكون سنه سعيده عليكم. ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله السيشن موجوده يا شباب، والفايل ان شاء الله نبعته لكم. شكرا جزيلا مره ثانيه يا دكتور محمد لحضرتك، وان شاء الله نكمل. شكرا يا عبد الرحمن، يكون في سيشنز ثانيه ان شاء الله. شكرا يا شباب، وتصبحوا على خير. ان شاء الله. شكرا، تصبحوا على خير، مع السلامه.